مساء الخير، أرحب بكم جميعاً لكل من يتابعنا من كل أنحاء العالم. أرحب بكم في هذا اليوم الأول من الندوة العالمية المخصصة لتنوع البيولوجي للتربة. اسمي ياسمين بويوسي وسأشرف على هذه الجلسة. وكنا نتحدث مع من ضم إلينا سابقاً أن هناك 7,000، ما يزيد عن 7,000 مشارك قد تسجل في الندوة العالمية، جاءوا من حوالي 140 بلداً في العالم، وهذه إشارة واضحة لأهمية والاهتمام الذي يحظى به التنوع البيولوجي في التربة، وهذا نتيجة للجهود المشتركة الهادفة لضمان الصحة والرفاه للجميع ومن أجل الكوكب كذلك. وهناك حوالي 1,000 مشارك، ما يزيد عن 1,000 مشارك اليوم في هذه الجلسة. هدف هذه الندوة هو تنوع بيولوجي التربة، والهدف هو التشارك بالمعلومات وتعزيز النقاش ما بين المشاركين حتى نرى كيف يمكن تحقيق التناغم مع الطبيعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق صون والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة. اليوم سترون بعض التفاعلات في صندوق الدردشة. هناك الكثير من المشاركين، ومنهم صناع السياسات، منتجي الغذاء، العلماء، ممارسي التربة، المزارعين وغيرهم من الجهات الفاعلة، وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. سنبدأ بإعطاء بعض التعليمات. هناك ترجمة فورية متوفرة بالعربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية والروسية، لغات الرسمية للمنظمة. ومن يتابعنا على منصة الزوم، إن نظرتم إلى أسفل الشاشة في قائمة الأدوات يمكنكم أن تختاروا قناة الترجمة التي تناسبكم. نشكركم جميعاً على انضمامكم إلينا. طبعاً هناك بعض القواعد، هو إغلاق الميكروفونات إلا إذا كان دوركم في التحدث. وللنقاش يمكن طبعاً بعد ذلك فتح الميكروفونات، وشاركونا في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ Soil Biodiversity. اكتبوا رسائل، اكتبوا تعليقات، وشجعوا الناس ليشاركوا بهذه الندوة. في هذه الندوة يسرنا أن ينضم إلينا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيد شوندوغيو، الذي سيفتتح هذه الندوة ونحن الآن نحاول أن نتصل بالسيد ريناتو ألفارادو ريفييرا، وهو وزير الزراعة من كوستاريكا. ها هو انضم إلينا. سيشارك أيضاً المفوض السامي للبيئة والمحيطات ومصادر الأسماك للاتحاد الأوروبي صاحب المعالي فيرجينيوس سينكافيتشوس. نشكر انضمامك إلينا. صاحب المعالي تان غرينغيان وزير الزراعة والشؤون الزراعية لجمهورية الصين الشعبية سيشاركنا من خلال رسالة مسجلة، كما سيشارك معنا تمثيلاً لمعالي ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة. سيشاركنا السفير وممثلي الدائم السيد هشام محمد، الذي سينضم إلينا وسيتم علينا رسالة وزيرة البيئة. ثم
المنظم المشارك لهذه الندوة سيد إبراهيم تيوا، وهو الأمين التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما جهة مشاركة معنا في التنظيم. صاحبة المعالي إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لمعاهدة التنوع البيولوجي. وأخيرا وليس آخرا، لدينا سيد إدواردو منصور، وهو مدير مكتب منظمة الفاو للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والبيئة. إذن أرحب بكم جميعا. هذه مقدمة بسيطة قدمتها إليكم، فلن أقدم ما بعد ذلك ضيوفنا، قدمت ذلك في البداية، والآن سأعطي الكلمة لمديري العام لمنظمة الفاو. تفضل الكلمة لك. معالي الوزراء، أيها الضيوف الموقرون، أيها السادات والسادة، يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم في هذه الندوة العالمية للتنوع البيولوجي للتربي، هذا الحدث الجامع ما بين العلوم والسياسة. ويسرني أن أرى أن الكثيرين قد انضموا إلينا من كل أنحاء العالم، وهذا يشير هناك إشارة أنه حوالي 7000 مشارك تسجلوا لحد ذلك الوقت، وحوالي 1800 مشارك يشاركون في هذه الجلسة الافتتاحية. هذه إشارة هامة إلى أهمية موضوع التنوع البيولوجي للتربي، وأنه موضوع في متناول جهودنا لحماية التنوع البيولوجي بشكل عام. ومن خلال اعتماد استراتيجية تعميم التنوع البيولوجي في كل قطاعات الزراعة، فقد أعطت منظمة الفاو الأولوية في طموحاتها وأفعالها لهذا الموضوع ولمعالجة العوامل المسببة لخسارة التنوع البيولوجي. نحن ملتزمون لمساعدة الدول في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، وهذا جزء من التزامنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030، لأن استعادة وصون والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي هو أمر حاسم لتحويل النظم الأغذية الزراعية وجعلها أكثر إنتاجية وشمولية وصمودا واستدامة، ولدعم الأمن الغذائي طويل الأمد. التنوع البيولوجي يوفر حلولا مستدامة للتحديات التي نواجهها، ويجب حماية النظم المستدامة للزراعة والغذاء. البناء على هذا التفاعل الإيجابي له أهمية حاسمة لتفادي اندلاع أوبئة في المستقبل من خلال نهج منسق وممنهج وشمولي، وهذا ما يتمثل بشكل واضح في إطار العمل الاستراتيجي للفاو العقدي الكامل، فهو يتضمن صحة الإنسان، البيئة، التنوع البيولوجي، وكلها مترابطة في طموحاتنا، وهي إنتاجية أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل. أيها السيدات والسادة، في حين أن التنوع البيولوجي على سطح الأرض يحظى بالاهتمام والحماية، إلا أن التنوع البيولوجي تحت الأرض أي في التربة ما زال غير أقل إدراكا وأقل، ويحظى بحماية أقل. نحن نعرف فقط 1% من هذا العالم المخفي والصامت، لكنه يشكل 25% من إجمالي التنوع البيولوجي على كوكبنا. عندما احتفلنا المرة الأخيرة في يوم الأتربة العالمية، يوم التراب العالمي، قلنا أن التربة هي الأم الحنونة لكوكبنا، وهي التي تزودنا ب 95% من الطعام الذي نستهلكه. فكل الجهود لأجل إدارة وصون وحماية التنوع البيولوجي يجب أن تشمل كذلك هذا الطيف الواسع من كائنات التربة. ولهذا السبب تأتي هذه الندوة العالمية في حينها وتكتسي أهمية كبيرة. كائنات التربة توفر خدمات النظام الأكولوجي وتلعب دورا هاما في دعم الحياة على كوكب الأرض. التنوع البيولوجي في التربة يتعرض للخطر بشكل متواصل. اقتطاع الغابات
تحول في استخدام الأراضي، الحرائق، تأكل التربة، التلوث، زراعة أحادية المحاصيل، الاستخدام المفرط للكيميائيات، تراص التربة وفقدانها لمسامها، المد العمراني، كل ذلك يسهم في خسارة التنوع البيولوجي للتربة ويهدد صحة التربة. العام الماضي من خلال الشراكة العالمية للتربة وبالتعاون مع منظمات أخرى أطلقنا التقرير الأول من نوعه، حالة المعارف حول التنوع البيولوجي للتربة، وهو يوفرنا بمعرفة حول حالة التنوع البيولوجي للتربة وسلط الضوء على التحديات والحلول. وإني على ثقة أن الوثيقة الختامية لهذه الندوة ستستفيد من هذه النتائج، نتائج التقرير، وعلى آخر ما توصلت عليه البحوث والتي سيتم عرضها في الندوة. نحتاج إلى وثيقة توفر إرشادات ملموسة، نحتاج أن نعرف كيف يمكن أن نتفادى خسارة التنوع البيولوجي، كيف لنا أن نصون ونستعيد موائل الكائنات الدقيقة في التربة، وبأي طريقة يمكن للتنوع البيولوجي للتربة أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أيها المشاركون الموقرون، إن الجهود لمكافحة تدهور التربة يجب أن تكون متشارك بها من كل الجهات الفاعلة، وهذه الندوة هي مثال رائع كيف يمكن أن نوحد جهودنا وننسقها. لقاء اليوم هو ثمرة تعاون وثيق ما بين الشراكة العالمية للتربة بإشراف الفاو، معاهدة التنوع البيولوجي، مبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، وهيئة التفاعل بين العلوم والسياسات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أحيي هذا التآلف وأعبر عن التزامنا لمتابعته في المستقبل. أود أن أخص بالشكر هولندا، الاتحاد الروسي وسويسرا، إضافة لمفوضية الأوروبية لتوفيرها الدعم التمويلي للتنوع البيولوجي للتربة بما فيها دعم لتنظيم هذه الندوة. الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي للتربة ومنع خسارتها يجب أن يندرج في أطر العمل العالمية للبيئة ويصبح أولوية في أجنداتنا الدولية، وهذا يتضمن إطار العمل للتنوع البيولوجي العالمي ما بعد 2020 الذي سيتم اعتماده في الاجتماع 15 لمؤتمر الأطراف لمعاهدة التنوع البيولوجي الكوب 15، وفي قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 26، وكذلك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية الذي سينعقد الخريف المقبل. دعونا نبجل الطبيعة وأن نبقي التربة، نبقي التربة على قيد الحياة ونحمي التنوع البيولوجي للتربة. أتمنى لكم ندوة مثمرة، أشكركم جميعا، أشكر كل من يساهم في التربة، هذه الأرض الأم لكوكبنا. شكرا جزيلا لك معالي المدير العام لهذه الكلمات الهامة والملهمة والتي سلطت الضوء على دور التربة وإدارة التربة، و أكدت أيضاً على أهداف الفاو وهي إنتاج أفضل حياة، أفضل تغذية، أفضل. شكراً إذن لهذه على هذه الكلمات حضرة المدير العام. الآن أعطي الكلمة لمعالي وزير الزراعة والمعيشة في كوستاريكا، وأود أن أؤكد أن كوستاريكا ملتزمة بشكل قوي لتعزيز سياسات الزراعة المستدامة وصون التنوع البيولوجي من خلال خطة الوطنية التخلي عن الكربون أو نزع الكربون والخطة الوطنية للأسمدة. نرحب إذن اليوم بصاحب المعالم سيد ريناتو ألباراردو ريفييرا، وزير الزراعة والمواشي في جمهورية كوستاريكا. تفضل معالي الوزير، الكلمة لك. شكرا للجميع، يسرني أن أكون معكم اليوم في افتتاح الندوة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة. أود أن أشكر منظمة الفاو وأن أشكر كل المنظمات التي
تقر بالتزام كوستاريكا في حماية البيئة ولحماية التربة. من الضروري أن نقر أن التحالف القوي ما بين الإنتاج الزراعي وصون الزراعة التي تصون إنتاج الطعام، هذا يترتب استخدام كل التقنيات والتكنولوجيا الهادفة لصون التربة. الزراعة مسؤولة عن تزويد البشرية بالطعام، ولذلك ينبغي أن تكون هذه الأتربة متمتعة بالصحة. التربة هي العامل الذي يسهم في تنقية المياه، ويمكننا من استخدام الماء كمورد على أفضل وجه، ولذلك يترتب علينا أن نصون طبقات التربة التي تسمح لنا باستمرار الحياة وتمكننا من توفير الطعام لنا. في هذه الندوة العالمية اليوم تشير إلى أهمية التربة وتشير إلى أهميتها على مستوى العالم وتؤكد على دورها للبشرية. لا شيء على وجه الأرض موفر لنا بالاستخدام دون قيود، فنحن علينا أن نصون هذه الموارد، نصون الحياة ونصون التربة، لأن التربة هي التي تسمح لنا باستمرار الحياة على كوكبنا. من الضروري تحقيق التوازن في التربة، هذا التوازن يسمح لنا بتحقيق الإنتاج. ولذلك نتأمل أن الندوة العالمية التي نفتتحها اليوم يمكن أن ترتقي بمستوى المعارف حول التربة وتسلط الضوء على احتياجات البشرية للتربة للاستمرار في الحياة. نرى أن المد العمراني وبناء المدن يستهلك قسما كبيرا من التربة، ولذلك علينا أن نفكر عمليا كيف نريد أن نستمر في الحياة على هذا الكوكب، وفي نفس الوقت أن نسمح للتربة أن تبقى على قيد الحياة وتحافظ على حيويتها. هناك حاجات متزايدة للبشر، وهذه الحاجات يمكن أن يتم تلبيتها فقط من خلال صون والحفاظ على التربة. ويسرني أن هناك الإقرار بدور كوستاريكا، وهذا ما سمح لنا بالمشاركة في افتتاح هذه الندوة، ونحن نقوم بجهود كبيرة لأجل تعافي التنوع البيولوجي وتعافي البيئة. لدينا برامج للزراعة، برامج لتربية المواشي، ومن خلالها نسعى إلى تحويل نظمنا المنتجة من خلال نهج شمولي وفي وقت نفسه نضمن حماية البيئة، وهذا ما نطمح من خلاله بالإنتاج، بضمان الإنتاج من خلال تحقيق التناغم والوئام مع الطبيعة. ولذلك أطلقنا سياسة نزع الكربون الوطنية، ورئيسنا التزم والحكومة كذلك التزمت بخطة نزع الكربون، ونحن ملتزمون للعمل ليس فقط لحماية التربة وإنما كذلك لحماية التنوع البيولوجي، ولنقوم بكل الأفعال الملموسة الهادفة لتحويل
المجتمع ولتحقيق تنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولأن ندرك أن هذه التحولات هي ممكنة فقط من خلال حماية البيئة وتحقيق اقتصاد خال من الكربون. لا يمكن أن نحقق الرفاه والتنمية إن لم نقم بحماية التربة والبيئة. علينا أن نواصل التزامنا في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي للطبيعة. نحن بلد يلتزم بذلك، ونريد أن نثبت أن هذه الجهود قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. نحن بلد صغير، ولكن الرؤية التي نعتمدها هي حماية البيئة. نريد أن نذكر أيضا في هذا الصدد أن جهودنا المعنية بأجندة الزراعة والأغذية هي أجندة يجب أن تكون منسقة مع الطبيعة، أي أن ننتج بالوئام مع الطبيعة. يجب أن نضمن أن الطعام الذي ننتجه ضمن تلك الخطط التي تحفظ الطبيعة، أي بقول آخر نريد أن أن نحقق إنتاجا يحفظ الطبيعة. يجب أن يدرك المزارعون كيف يمكن الحد من تأكل التربة، كيف يمكن للغطاء النبات أن يسهم في ذلك، كيف يمكن الإقرار بأهمية النشاطات التي يقومون بها، أن النشاطات والممارسات الزراعية التي يقومون بها يجب أن تكون موجهة أيضا لخفض مستوى الكربون، ولكن للأسف لا يتم الإقرار بأهمية هذا النوع من الممارسات، وهذا ما نراه من الأسعار التي نراها للسلع في الأسواق. هناك عمليات احتكار، والوساطة التي تقوم بها بعض الدول تهدد عمليات صون والحفاظ على تنوع البيولوجي وعلى البيئة. لذلك فمن الأهمية بمكان أن تركز كل الدول على عمليات الإنتاج وعلى المنتجين، بحيث نضمن جميعا استمرار نشاط المزارعين وإنتاجهم، وفي نفس الوقت نضمن التنوع البيولوجي للتربة. وبهذه الطريقة يمكن للبشرية أن تستمد طعامها وغذائها من التربة التي نقوم بحمايتها بشكل جيد. شكرا لك معالي الوزير، شكرا لك على هذه الكلمات. نحن فعلا يمكن أن نتعلم من كوستاريكا التي تقدم مثالا متواصلا للتحول، وأنتم ملتزمون بشكل متواصل بالتنوع البيولوجي، وتعلمنا الكثير من الدروس والعبر من تجربة كوستاريكا. شكرا لك على هذه الكلمات الافتتاحية. الآن سنستمع إلى صاحب المعالي فيرجينيوس سينكافيتشوس، وهو مفوض البيئة والمحيطات ومصاد الأسماك في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه رفيع المستوى في صون واستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، ويحث على اتباع السياسات التي من شأنها أن تحمي التنوع البيولوجي وتضمن صحة الطبيعة والتربة. شكرا، الكلمة لك. أحيي كل المشاركين وكل الأصدقاء في كل أنحاء العالم. يشرفني أن أشارك افتتاحي هذا الحدث الذي يشكل خطوة تمهيدية في مسارنا نحو المؤتمر 15 للأطراف في معاهدة التنوع البيولوجي، والذي سيعقد في الصين أكتوبر القادم.
ولذلك هذه الندوة مهمة لنفهم أن الحياة على الأرض تعتمد على الحياة داخل الأرض أي في التربة. التنوع البيولوجي التربة هو محرك بيولوجي ويحتاج ونحتاجه لدعم بقائنا على قيد الحياة. نحتاج الاعتراف بأهمية التربة. هناك 25% من التنوع البيولوجي يعيش في التربة، و 40% من الكائنات الحية ترتبط بالتربة في حياتها. التنوع البيولوجي هام لخصوبة التربة ولإنتاج الغذاء، ولذلك علينا نضمن صحة التربة وألا ندع لهذا التنوع أن نخسره. لكن التربة أيضا هي حليفنا ضد تغيرات المناخ، وهو مصدر لأدوية جديدة التي نستمدها من بكتيريا التربة. لكن استخدام الكبير للمضادات الأعشاب ومضادات الآفات والزراعة المكثفة تدمر وتلحق ضرر بالتربة. في 2015 8% من التربة في 11 دولة عضو تحتوي على بقايا آفات مضادات الآفات. نرى أن تراص التربة وفقدانها وللمسام يتواصل، ولذلك علينا أن نستخدم التربة بطريقة تمنع خسارة التنوع البيولوجي وتساعدنا على مكافحة المناخ، وهذه أولوية لنا في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. هناك أفعال نقوم بها من أجل التربة، وهي الآن في محور أجندتنا للتنوع البيولوجي والمناخ. نحن نركز على استراتيجية مخصصة للتربة خلال هذا العام. نقوم بإجراءات ملزمة قانونيا لنحفظ التربة لمكافحة المناخ ولخلق إطار تشريعي جديد من أجل تعافي النظم الإيكولوجية. تلوث التربة يبقى مصدر قلق، وهذا سنتحدث عنه خلال الأسابيع المقبلة أثناء اعتماد خطة العمل للقضاء على التلوث. التربة تعلمنا التواضع وتعلمنا أين حدود معرفنا، والمفوضة الأوروبية تستثمر بشكل كبير في تمويل البحوث وابتكار من أجل التربة. يأتي بنتائج أن الخريطة المأشورة في 2016 جعلنا نشاهد على هذه النتائج الإيجابية، ومن ثم ما نهاية هذه السنة سوف ننشر التحليل المعني بالتنوع البيولوجي، وهذا يشمل تحليلا وتقييما واسعا للتنوع البيولوجي في أوروبا. إن حماية التربة وكذلك إصلاح التربة هذا يقتل بدور أساسي ويأتي بنتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، وهذا يعني أن مقارباتنا التكنولوجية وكذلك الهياكل الحكومية كل ذلك سوف يأخذها في الاعتبار، وهذا يعني أيضا مشاركة طائفة واسعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المزارعون وكذلك المخططون وكذلك مدير وأصحاب الشركات وكذلك الوزراء، وهذا أساسي لكي نحقق الأهداف الاقتصادية المشتركة. وفي هذا الصدد ينبغي أن نقوم ببناء القدرات المحلية والوطنية والدولية، وذلك من أجل ضمان استدامة التربة، وهذا سوف يسمح بالناس بالتمكن من التكيف مع التغير المناخي. وينبغي أن نقوم بممارسة ما ندعو عليه، وهذا سوف نتطرق في إطار الإجماع القادم للأمم المتحدة، ونعتقد أنه من المهم أن نتوصل لاتفاق على المستوى الدولي في هذا الصدد. وإذا فشلنا ولم نتمكن من وقف تدهور التربة في العالم سوف تكون النتيجة قيمة، فلا يمكن أن نفشل، فهذا ليس خيارا. نحن هنا لأننا جادون ونحن عزمنا على العمل معا. يمكنكم
التعاويل على الاتحاد الأوروبي وعلي شخصيا، ونشكر منظمة الأغذية الوزيرة على تنظيم هذه الندوة. وبالرغم من هذه التحديات التي نواجهها فإننا تمكنا من التجمع هنا. شكرا. شكرا جزيلا للسيد المفوض، فإننا نرحب باستراتيجية الاتحاد الأوروبي. وكما قلت فإن الحياة على الأرض تتوقف على حياة في التربة، ونحن سوف نسترشد بهذه الكلمات أثناء هذه الندوة. والآن أود وبدون تأخير أن أعطي الكلمة لكي نسمع رسالة من وزير الزراعة في الصين. وكما تعرفون فإن الصين حاليا هي التي تستقبل الاجتماع الخامس للأطراف المعروف بـ COP15. ومن ثم فإن سوف نشاهد رسالة فيديو من السيد وزير الزراعة والشؤون الريفية من الصين. سيداتي وساداتي، إنه لا يسرني غاية السرور أن أحضر هذه الندوة العالمية المعنية بتنوع التربة. باسم وزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين، أود أن أعبر عن أحر تهانية للمنظمة على التنظيم الناجح لهذا الاجتماع. إن حماية التربة وحماية التنوع للتربة شيء أساسي لحماية الأنظمة الإيكولوجية على مستوى العالم والذي نتقاسمه. لذلك فإن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع البيولوجي، ولذلك فإننا اتخذنا تدابير في هذا الصدد في السنوات الماضية من أجل ضمان تعزيز التنوع البيولوجي وحمايتها. أولا فإن الحكومة اعتمدت مجموعة من التشريعات من أجل حماية التنوع البيولوجي للتربة، وثانيا ضمن كذلك تنوع الزراعات، وذلك من أجل ضمان حماية التربة. ثالثا نفذنا كذلك برنامجا لصون جودة التربة المستخدمة في الزراعة، وذلك من خلال تدابير على المستوى الوطن. وهذا مكننا من زيادة خصوبة التربة في السنوات القليلة الماضية. من ثم فإن الحكومة الصينية اتخذت تدابير من أجل الوفاء بالتزاماتها في إطار الإلزامات الدولية والاتفاقيات الدولية. من ثم فإن الحكومة الصينية واعية بضرورة صون النظم الإيكولوجية وحمايتها، وسوف نعزز تدابيرنا من أجل حماية الأراضي الزراعية وتحسين جودتها، وسوف نواصل جهودنا من أجل صون التنوع البيولوجي للتربة، وذلك من خلال المساهمات في برنامج التنمية المستدامة 2030. إن حماية التنوع البيولوجي للتربة شيء أساسي، ويدعون ذلك إلى التزام جماعي. من ثم فإننا سوف نتطرق إلى ثلاث مقترحات. أولا فإننا بحاجة إلى تعزيز التعاون من خلال آليات منظمة الأغذية والزراعة، والصين تمد يدها إلى الدول في إطار التعاون المتحدد للأطراف بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، ونحن مستعدون للتعاون من أجل تحسين التنوع البيولوجي للتربة. وثانيا فنحن سوف نقوم ببناء القدرات من أجل صون التنوع البيولوجي، وذلك في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، وذلك في إطار التعاون الثلاثية ومساعدة البلدان النامية. وثالثا علينا أن نعمل في مشاورات واسعة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء واتخاذ تدابير متآزرة. إن وزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين
سوف ينظم بالتعاون مع المنظمة اجتماعا في شهر يوليو القادم، وندعوكم إلى التعاون في هذا النقاش، وذلك من أجل تسريع التقدم المحرز من أجل صون التنوع البيولوجي لتربو. شكرا جزيلا. شكرا. نود أيضا أن نعبر عن شكرنا لمعالي الوزير على هذه الكلمات المليئة بالمعلومات، بحيث أنها مكنتنا من معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل تحسين جودة التربة، وهذا يحظى بأهمية بالغة. كما سمعنا أيضا الخطوات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية، ومن المهم أيضا أن نستخلص العبر كما قالت كوستاريكا في مداخلة مالي الوزير. والآن وبدون تأخير أود أن أنتقل إلى جمهورية مصر العربية، وكما قلنا فإن مصر تتولى حاليا رئاسة اتفاقية التنوع البيولوجي مؤتمر الأطراف، وهي نشطة أيضا في مجال صون التنوع البيولوجي للتربة. من ثم سوف نيابة عن مصر فخامة السفير سام محمد بدر سفير جمهورية مصر العربية، والذي سوف يتولى تقديم الكلمة لكم. أشكرك على تقديمك I am very pleased to join this opening session of the Global Symposium on Soil Biodiversity. لا يسرني أن أنضم إلى الاجتماع العالمي، وهذه الندوة العالمية هي بشأن التنوع البيولوجي للتربة، ومصر تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأطراف، وذلك بعد الاجتماع الذي نعقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2015، وذلك بمشاركة وفود من البلدان والمؤسسات، وذلك على مدى عدد من الأيام، ذلك من أجل الاستثمار في التنوع البيولوجي للكوكب وللناس. من بين المشاركين فإن الأطراف اتفقت على طائفة من العمليات، وذلك من أجل تعزيز الإطار ما بدأ 2030. المؤتمر 15 للأطراف ينعقد أيضا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة أخرى، وذلك من أجل التحضير ومن أجل نشر دراسات معنية بالتنوع البيولوجي. ونتيجة لذلك فقد نشرت منظمة أغذية وزراعة الشهر الماضي تحليلا بهذا الشأن، وإن مصر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع البيولوجي ومواجهة تدهور الأراضي. من ثم إن مصر أطلقت مبادرة بعنوان تسجيل تنفيذ منسق لاتفاقية ريو. هناك انقطاع في الصوت، الصوت منقطع. الصوت منقطع، لم نعد نسمع سعادة السفير، لم نعد نسمع. نعتذر، ربنا انقطع الاتصال. سعادة السفير، هناك مشكلة في الاتصال. Based approach at CBD COP14 in Sharm el Sheikh in 2018. Ambassador,
If you can hear us, we will go back to you. For those of you who are in Rome, you may hear. بس نحن فينا نقول إليكم عادة سفير وكما تعرفون نحن في روما فإن هناك تنوع بيولوجي في الهواء لأنه ربما العواصف الرعدية تتدخل وتؤثر على الاتصال عبر الإنترنت ونأسف لهذا الأطلع الفنية. وزملاءنا يتواصلون مع سعادة السفير لكي نتمكن من إعادة وصلهم مجددا حتى يتمكن من تقديم كلمات الهامة نيابة عن مصر، وذلك لأننا نود أن نتعلم من التدابير والخطوات التي اتخذتها مصر لحماية التنوع البيولوجي. سوف نعود إليه وذلك ورما يعود إلينا، والآن سوف ننتقل إلى المنظم المشارك المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر، الكلمة للسيد إبراهيم تشاو. لكم الكلمة سيدي. شكرا جزيلا سيدة ياسمينة، أصحاب المعالي، معالي الوزراء، سيدات والسادة، زملاء الأعزاء. بداية أود أن أشكر المديرة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة على الدعوة الطيبة وعلى التعاون، وذلك في انطلاق أقدار الأمم المتحدة لإصلاح النظم الأيكولوجية. ونشكر السيدة إليزابيث بريما من اتفاقية التنوع البيولوجي. أصدقائنا، طلبت من أحد الزملاء أن يقول لي ما الموضوع الذي ينبغي أن أتحدث عنه، وسألني ماذا كانت آخر فرصة أتيحت لي لكي ننظر في بعض الكائنات الدقيقة مثل الديدان وكذلك بعض الكائنات اللافقارية التي تعيش في التربة والتي تعطي أو تحصل على الغذاء من النباتات. وذكرني بأحد الباحثين الذي قال أنه لا يمكن أن تكون حياة بدون تربة ولا تربة بدون حياة، فقد تطورا معا نهاية الاقتباس. لذلك فعالم مثل كيلوك هو كان يعتبر أن التربة مهدا للحياة، حيث أنها تمثل ربع التنوع البيولوجي في الأرض. تحت أقدامنا هناك كائنات منظمة في مجتمعات تبذل جهودا من أجل إعادة الخصبة للتربة بحيث تعتمد على ذلك كافة الأغذية والألياف، وهذا يساعد أيضا في التقاط الكربون ويساهم في ضبط المناخ، وهي تقوم أيضا بتصفية المياه وتساهم في تخفيف الجفاف وتساهم أيضا في التحكم على الآفات الزراعية وتقدم أدوية تنقذ الحياة. وكل ذلك في صلب خدمات النظم الإيكولوجية التي تقدم الخدمات للبشرية، بحيث أن أكثر من 33% من أراضي الكوكب تدهور و 90% سوف تتدهور بحلول 2050. بل بحيث أن إذا تمكنت من ضرب مثال ذلك، فهناك في الوقت الذي هناك مخاطر لتسريح العاملين في المعامل، ولما ظهرت جائحة كوفيد-19 والتي أثرت سلبا على طبقة العاملة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي، إذا نظرنا في ذلك يمكن أن نفهم أهمية هذه المسألة.
أصدقائي الأعزاء. لن يكون سهلا، فهذه المشكلة ينبغي بل يجب أن تحل. ودول أطراف في اتفاقية مكافحة التصحر واضحة من اعتبار التربة جزءا من الحل. فالتربة أولا لديها القوة لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة. إذا تمكنا من تحقيق التوازن في التربة سوف نحصل على المياه والغذاء والكربون وكل ذلك سوف تتوازن. من ثم فإن ضمان تنوع البيولوجيا التربة فهذا يعني أن الكربون سوف يبقى في التربة بدلا من الهواء. بينما يكون هناك الكربون يكون هناك حياة. ثانيا فالوقاية خير من العلاج، ولذلك فإن صون التربة والإدارة المستدامة للتربة شيئاً يحظى يعني بأهمية بالغة. فكافة جهودنا في مجال الوقاية لم تكن كافية حتى الآن، ولذلك فإننا انضممنا إلى الفاو والبرنامج المتحدة للبيئة من عمل جماعي في إطار عقد الأمم المتحدة لإصلاح التنوع البيولوجي للتربة، بحيث نعمل من أجل تعزيز الاستدامة للتنوع البيولوجي وخاصة في سياق جائحة كوفيد-19. فإن إصلاح الأراضي هو الخطوة الأولى في استصلاح الأراضي وكذلك سد الثغرة الزراعية، بحيث أن ذلك سوف يسمح بإنتاج أكثر من مليار طن إضافي من الغلات الزراعية، وكذلك وقف تدهور الأنظمة الإيكولوجية. وهذا هو تراتبية صون التنوع البيولوجي للتربة وخاصة في إطار أهداف التنمية المستدامة. من ثم فإن معالجة كافة الأجوبة والتي تأتي جزءا من مبادرة مجموعة 15 أصدقاء الأعزاء، إن حماية التنوع البيولوجي للتربة سوف تضمن أن مصنع الحياة سوف تتمكن من العمل بكافة قوته، وهذا يتطلب في التزام من الحكومات ومن العلماء ومن الذين يتولون إدارة التربة تتمكن السياسات من النجاح. وكما سمعت من سيدة ياسمينة فإن عدد المشاركين بلغ أكثر من 7000، فإنكم إذا تعرفون أهمية التنوع البيولوجي للتربة. أتمنى لكم النجاح في المداولات وتطلع إلى مساعدة البلدان لتطبيق منتجات هذا الاجتماع. وشكرا، شكرا جزيلا لسيد تياو. نحن نشمر عن سواعدنا، سمعنا ما قلتم إن الوقاية خير من العلاج. شكرا جزيلا على دعوتكم إلى العمل، وأنا على يقين أن المشاركين سوف يتجاوزون 7000. ويسرني الآن أن أدعو المتحدث التالي وهو أيضا منظم المشارك لهذه الندوة، سيدة إليزابيث مريمة المديرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجية. سيدتي شكرا جزيلا. سيد كونغيو، السيد إبراهيم تياو، يسرني أن ننضم إليكم في هذا الحدث. صحيح أن التنوع البيولوجي والزراعة لا نسيت أن نتحدث عن هذا دون التربة. من ثم فإن التربة هي العامل المشارك. أصحاب المعالي سيداتي وسادتي، إنه لا يشرفني أن أتحدث إليكم في افتتاح الندوة العالمية المعنية بتنوع البيولوجي والتربة. فاجتماعنا هنا هذا اليوم بالرغم من التحديات بسبب الجائحة يبين التزامنا، وعددكم الذي تجاوز 7000 مشارك. نجتمع من أجل مناقشة هذا المورد الهام. نعم أعترف أن هذا مهم جدا. فالتربة تقدم الخدمات الأساسية
النظم الإيكولوجية وللبشر. فهو مورد هام بفضل الكائنات في التربة بما في ذلك الكائنات المجهرية فإننا نحصل على أراضي خصبة ومياه صالحة للشرب. وإن ثم فإن موضوع هذه الندوة صون التنوع البجولي التربة موضوع يأتي في وقت نحتاج فيه إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى. من ثم فإن اتفاقية التنوع البيولوجي سوف تبدأ في الشهر القادم مناقشة خطة عمل حتى 2030 من أجل استخدام مستدام للتربة. من ثم فإن خطة العمل من أجل التنوع البيولوجي للتربة فنكون جزءا في هذه العملية. وفي شهر أكتوبر سوف يعقد اجتماع آخر في الصين. وهذا الاجتماع سوف يعتمد على ما وصل إليه العلم في مجال التنوع البيولوجي وكذلك التحديات الموجودة باعتماد على دراسة أعدادها منظمة الأغذية والزراعة بمشاركة عدد من المتخصصين والباحثين والخبراء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. والخطة ليست مجرد مثال للتعاون الجيد والناجح بين المنظمة واتفاقية التنوع البيولوجي، ولكن في حد ذاته تبين كيف يمكن للعلم أن يساعد صناع السياسات بحيث أن استخداما مستداما للتربة يمكن حصولها من خلال ذلك. بالنسبة فإننا نأمل أن يستمر هذا التعاون من أجل تنفيذ خطة عمل بعد اعتمادها. وفي الوقت الذي توصل فيه دول الأطراف في الاتفاقية المفاوضات في الإطار الاستراتيجي، فإن لدينا فرصة فريدة لنا لكي نسلط الضوء على دور التنوع البيولوجي للتربة في دعم الأنظمة الإيكولوجية القادرة على الصمود والمستدامة. ومن المهم أيضا أن نعترف ونقر بالدور الأساسي للتنوع البيولوجي لصحة البشر وللتنوع البيولوجي للتربة. من ثم فإن حماية التنوع البيولوجي للتربة سوف يساعدنا على بلوغ أهدافنا المتمثل في الحياة بشكل منسجم مع الطبيعة. من ثم فإن التربة والكائنات التي نعيش فيها كلها تواجه تهديدا، فنحن نعرف أن حوالي 95% من الكائنات في التربة لم يتم تحديد هويتها حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة تتمثل في التصحر وكذلك تأكل التربة وكذلك الحرائق الغابوية. كل ذلك يمثل تحديدا كبيرا على الكائنات التي تعيش في التربة. وهذا يقودنا مجددا إلى أهمية موعد انعقاد هذه الندوة من أجل سد الثغرات المعرفية ودعم النقاش بين صناع السياسة والعلماء والممارسين وأصحاب الشأن حتى نفهم فهما أحسن الإمكانات والحلول في شأن التنوع البيولوجي للتربة. وكل ذلك أساسي في العقد القادم. وهذا يشدد على أو يؤكد على ذلك العدد الهائل من المشاركين في هذه الندوة. من ثم فإن الاستخدام المستدام للتربة حل أيضا بديل للتحديات العالمية. هناك بعض البلدان التي بدأت تستخدم التنوع البيولوجي للتربة في عدد من المجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي والتغيير المناخي ومكافحة الأمراض وصحة البشر. وفي سياق زيادة الأمراض وكذلك مقاومة المضادات الحيوية وإزاء الجائحة القادمة، فإن للتنوع البيولوجي للتربة إمكانية تقديم أدوية للأمراض التي قد تنشأ مستقبلا.
حضر سيدتي وسادة، فإن التنوع البيولوجي اليوتوبا يمكن أن تأتي بنتائج وفوائد جمة للعالم من سما، فإن وفي إطار عقد المتحد للتنوع البيولوجي وخطة العمل كل ذلك ذوات للتعاون العالمي. ودعوني أختتم بالإشادة بجميع الذين شاركوا في الاجتماعات المختلفة التي انعقدت وسوف تنعقد هذا الأسبوع، وأخيرا وليس آخرا نشكر الشباب والأطفال، ذلك أن بعضهم شاركوا في مسابقة مؤلفات الأطفال الألمانية بتنوع بيولوجي، لأنهم وضعوا ثقتهم فينا من أجل مستقبل أفضل. وأنا على يقين بأن نتائج هذا النقاش الهام سوف نساعدنا وستساعدنا جميعا لإرشاد استخدام أراضينا في السنوات القادمة، وسوف تساهم في تحسين التنوع البيولوجي تطبع، وسوف نواصل التعاون مع منظمات الأغذية والزراعة. ونشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا سيدة مريم على هذه الكلمات الملهمة التي سمعناها منك. وأنا أكتب كما قلت فإن التربة والتنوع البيولوجي التربة بطل لم يتلقى ما يكفي من الإنشاد، ونحن ينبغي أن نشيد بهذا البطل، وينبغي أن نطلق إمكانات الحلول الممكنة حتى نتمكن من الخيارات التي تصغر بها التربة من خلال التنوع البيولوجي. نشكركم مرة أخرى على ما أشرت إليه في مداخلتك وما أشرت إليه أيضا في خطة العمل. نشكرك مرة أخرى على هذه الكلمات. نشكر وأخبرك بأننا تمكنا من اتصال مع السيد أسيفر مرة أخرى. وهناك هل تسمعون؟ ما تسمعون هذا؟ هناك عاصفة رعدية. نعود إليكم حتى نتمكن من سماع رسالتكم، رسالة مصر. ونشكركم ونعطيكم الكلمة مجددا. For this clarification, because of we are not eating much, so the gambling is from the storm, as you said. نعم هناك عاصفة الآن. وسوف أعيد قراءة مداخلتي من الأول. كنت أتحدث عن أهمية تنسيق الجهود من أجل تفادي فقدان التنوع البيولوجي، وفي هذا الصدد قامت مصر بمبادرة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، وكذلك النظر في هذه التحديات المختلفة لتدهور التنوع البيولوجي وفقدان هذا التنوع. وقد عقد مؤتمر في شرم الشيخ وقد عني بهذا الموضوع من أجل وضع مراقبة ووضع هذه الوسائل اللازمة من أجل تنظيم الجهود الدولية في العصر على الجبهة الدولية والمحلية والوطنية، وكذلك تحسين الأداء، وكذلك نشر المعلومات، وكذلك نشر المساعدة الفنية للجميع. وإن هذا الموضوع المتعلق بتغير المناخ وكذلك فقدان التنوع البيولوجي، ويهدف هذا المؤتمر إلى التعريف بهذه المسائل وكذلك نشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، الموضوع التنوع البيولوجي، وكذلك بث الجهود على كل المستويات. إن صحة التربة أمر مهم للغاية بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للإنتاج الزراعي، وإن الحفاظ على الخصوبة وإيجاد الحلول وخاصة للمزارعين الفقراء وكذلك المزارعين الصغار وفي الدول النامية تعتبر أمرا مفتاحيا من أجل القضاء على الفقر وتحسين الإنتاج الزراعي. إن صحة التربة تلعب دورا مهما في جهود مجابهة تغير المناخ وكذلك
وذلك على المدى الطويل والبعيد. ونحن نرحب بهذا بهذه الندوة، وهي تعتبر خطوة من أجل فهم تنوع التربة، وهي أمر حساس بالنسبة لاستدامة الزراعة وبالنسبة للتربة وتربية المواشي في مصر وفي باقي بقاع العالم. وإن خطة الأمم المتحدة أو عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية لـ 2020، وكذلك نحن نتوق إلى المشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في الصين في شهر أكتوبر، وفي هذا الصدد سوف تواصل مصر العمل كمسهلين والدفع بالمناقشات في المجتمع الدولي من أجل بلوغ أهداف هذه الاتفاقية. إن التحدي يتمثل هو في تغذية الجميع بطريقة مستدامة وبالحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى صحة التنوع البيولوجي للتربة. شكرا للجميع، شكرا للمدير العام، وشكرا للمنظمين، وشكرا لك ياسمينة، وشكرا لجميع المشاركين. شكرا جزيلا السيد السفير على إعطاء هذه الكلمة. مصر كما قلتم تواصل الحفاظ على صحة التربة وعلى التنوع البيولوجي للتربة، وهي كما قلتم أمر مهم بالنسبة للمقاومة وبالنسبة للتغذية الصحية. شكرا على اتصالكم معنا مرة أخرى على الرغم من العوامل المناخية التي عرفتموها، ونحن الآن في روما. لقد وصلنا إلى الجزء الأول من هذه الجلسة الافتتاحية، وبهذا أعطي الكلمة الآن للسيد إدواردو منصور، وهو مدير مكتب التغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة، وسوف يتحدث عن ما فوق التربة وعن التنوع البيولوجي تحت التربة كذلك. السيد منصور أو إدواردو زميلي تفضلوا. شكرا جزيلا ياسمين. السيدة والسادة أصحاب السعادة، السيدة المديرة التنفيذية، السيد المدير العام، السيدات والسادة الزملاء، يشرفني ويسعدني أن أدعى إلى هذه الندوة وأن أستمع إلى هذه الرسائل التي تعتبر وحيا بالنسبة إلي ومشاركتي في هذه الندوة المهمة للغاية. وقبل أن أشارككم شاشتي، وهناك زميلتي تساعدني في الأمور التقنية، وأود أن أذكر هناك حشرة طولها 15 مليمتر، وهي تمثل التنوع البيولوجي، وهي رمز لهذه الندوة اليوم. إذن سوف أقوم بمشاركة شاشتي، وسوف أعرض لكم هذه الصور من أجل توضيح المشهد فيما يتعلق بهذه الندوة. كما ذكرت ياسمين، فإن الهدف هو إعادة التواصل مع التنوع البيولوجي فوق التربة وتحت التربة. هذا التنوع البيولوجي هو حجر الزاوية بالنسبة للأمن الغذائي، ومن دون التنوع البيولوجي لم نتمكن من البقاء. إننا نحصل على 100% من الأغذية من التنوع البيولوجي، الحيوان الإنتاج الحيواني وكذلك الإنتاج الزراعي، والمئات من الكائنات الحية التي تنقل اللقاحات، وكذلك التي تعتمد بشكل كامل على التنوع البيولوجي. هناك 12 ألف كائنا بحريا وأنواع من الأسماك، هناك 38 نوعا من المواشي والحيوانات التي نقوم بتربيتها، وهي توفر لنا الغداء بأشكال
مختلفة. كل هذه الأنواع متعلقة ومرتبطة بالتنوع البيولوجي. نحن نعتمد بالنسبة للغذاء البشري بشكل كامل كل 82% من السعرات الحرارية تأتي من التنوع البيولوجي، و16 تأتي من الإنتاج الحيواني. أما فيما يتعلق بالبروتينيات فلدينا 7% من البروتينات تأتي من الحيوانات التي نقوم بتربيتها، وجزء يتمثل 30% يأتي من مواد نباتية أخرى. إذا هذا التنوع البيولوجي يضمن لنا الغذاء، وهو متعلق بما وهو مرتبط كذلك بمجابهة تغير المناخ والتكيف مناعه، وإن هناك التقارير التي نشرت مؤخرا، وهناك صورا لهذه التقارير. هناك ضغط علينا من أجل أن نعنى بتنوع البيولوجي والقيام بهذا التحول الحقيقي الذي يطال المجال الزراعي وكذلك الأغذية الزراعية. وعلى الرغم من هذه الدراسات كلها وهذا عمليات التقييم، فإن معظم الكائنات الدقيقة في التربة وكذلك النظم الإيكولوجية تتراجع، كما نرى ذلك في هذا المنشور، حيث أن هناك تراجع في الأنواع. هذه الصورة توضح التراجع من الثمانينيات إلى غاية 2020، وكل هذه المجموعات قد تراجع عددها. الطيور والبرمائيات وكذلك الثدييات تراجعت، وبعض هذه الأنواع موجودة الآن في قائمة الخطر. هذه كذلك إن التنوع البيولوجي قد تراجع، وعلينا أن نعرف هذه الأنواع المختلفة. وهناك ما يقارب 2000 أو ما يعادل 72% من الأنواع التي المهددة بالانقراض لدينا، وهذا مما سوف يؤثر على التنوع البيولوجي. لأننا نعتقد أن التنوع البيولوجي هو ما يمكن أن نراه، ولكن اليوم في عبر هذه الندوة فسوف ننظر إلى الحياة تحت أقدامنا التي تمشي على التراب، وهي هذه الكائنات هي أساس هذا التنوع البيولوجي. والتنوع البيولوجي ينتج الأغذية الصحية، والأغذية الصحية تضمن صحتنا البشرية وتضمن استدامة عالمنا. ونحن نقدر وبناء على التقارير التي نشرت في العام الماضي فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للتربة، فإن 1% من الكائنات الدقيقة في التنوع البيولوجي نقوم بدراستها. إن هناك كائنات أحادية الخلايا كالخيطيات واليرقات والأنثروبودات وكذلك البرمائيات والكائنات الأخرى والفطريات تشكل الكم الرئيسي من الكائنات الحية، ولكن بعضها لا نراها حتى. وإن هناك هذه اليرقات وهذه الفطريات لديها والضائف لازلنا نكتشفها كل مرة. وهذه الندوة والمشاركة الكثيرة من الأطراف يمكننا من تبادل المعارف والتعرف على المعلومات العلمية الموجودة، وكذلك تبادل هذه المعلومات فيما يتعلق بالكائنات الحية. لقد تحدثنا عن التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحت الأرض أيضا،
وقد ولكن هذين الجزئين مترابطين بشكل وثيق. هذا هناك بعض الأمثلة حيث أن أثر التربة الصحية من شأنها أن تفيد الكثير من النشاطات البشرية والتنموية من أجل الاستدامة من أجل حياة مستدامة. هناك هذه الصورة، فمن فعندما نتحدث عن البنايات والبقاء والبنايات التحتية وكذلك النشاط الاقتصادي وتوفير وكذلك تصفية الهواء وكذلك إنتاج المواد الصيدلانية، كل هذه النشاطات وقد رمزنا إليها برموز أهداف التنمية المستدامة، لأننا نود أن تكون مقاربتنا مقاربة مستدامة. هناك هذه الندوة سوف تعنى برسم معالم المستقبل وكذلك رسم معالم الأمن الغذائي. هذه الكائنات الدقيقة الصامتة هي يمكن أن ننظر نعنى بها على مستويات مختلفة، وإذا ما قمنا بتطهير بيئتنا وكذلك أنقصنا من تبذير الطعام وقمنا بتدوير المنتجات النفاية الطبيعية، فيمكننا أن نساهم في هذا التنوع البيولوجي. هناك بعض النشاطات التي قامت الدراسات العلمية بوصفها، هناك وثيقة متوفرة على الإنترنت، وهناك هذه السلطات السيدات والسادة المشاركون. علينا أن نعمل معا من أجل تبادل المعلومات العلمية من أجل حماية التربة وتنوعها البيولوجية. نحن مستعدون للعمل من هنا من مقر منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة، ونواصل الطريق في التعلم ومشاركة المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا إدواردو. شكرا منصور. إذن لقد تحدثتم عن هذا الدور الرئيسي للتنوع البيولوجي، وقد تحدثتم عن العلاقة بين ما فوق التربة وما تحتها والعلاقة التي تنشأ، ولقد ابتسمت عندما رأيت هذه الصور التي نشرتموها، ويسعدني أن أقدم هذا العمل الفوتوغرافي وهذا العمل الذي سوف يسمح لنا بالنظر ومشاهدة بعيوننا هذه الكائنات الدقيقة. سوف أعطي الكلمة الآن لأندي ماري وسوف نرى عمله. شكرا على حضوركم معنا سيد أندي ماري. أنتم الآن سوف تجيبون عن بعض الأسئلة، ولكن قبل ذلك سوف ننظر إلى بعض أعمالكم الفوتوغرافية والسينمائية، ويمكن أن تجيبوا عن الأسئلة عبر الدردشة الإلكترونية. هناك الكثير من المشاركين الذين يودون أن يعرفوا التفاصيل الدقيقة للكائنات الدقيقة في التنوع البيولوجي للتربة. أود أن أدعو الجميع لمشاهدة هذا الفيديو، وأن أشكركم على الفوتوغراف هذه الصور التي نشرتموها والتي نشرت في التقرير الذي نشر في ديسمبر الماضي. شكرا على حضوركم. سوف تكونوا حاضرين معنا طوال الندوة، وسوف نتابع هذه الفيديو التي نشرتموه وهو متميز حقا. Entomologist, writer and macro photographer specializing in documenting the lives and incredible beauty of sol misofauna. These almost invisible sol dwelling animals are often overlooked, and yet they are one of our most ancient and important terrestrial invertebrate groups, responsible together with fungi and bacteria for creating the first soils.
Their role in carbon cycling and aid nutrient exchange between plants and soil quietly continues even now, 400 million years after first colonizing the land, in an unchanged, unappreciated, yet essential service to the larger world above. So Andy, we're going to take you off the camera. We're going to unspotlight you so that we can give your video the full breath it deserves. So take me off the screen as well, and let's just share the screen with just the video work. My name is Andy Murray. I'm an entomologist, writer and macro photographer, specializing in documenting the lives and incredible beauty of sole misofauna. These almost invisible sole-dwelling animals are often overlooked, and yet they are one of our most ancient and important terrestrial invertebrate groups, responsible together with fungi and bacteria for creating the first soils. Their role in carbon cycling and aid nutrient exchange between plants and soil quietly continues even now. عمل وتتواصل وظائف هذه الكائنات الدقيقة منذ 400 مليون سنة من دون أن ننظر إليها ونلاحظها. لقد تابعت الكثير من هذه الكائنات الدقيقة، وقد كانت خبرة ملهمة وكذلك تحويلية بالنسبة لي. لقد وقعت في غرام هذه الكائنات الدقيقة منذ سنوات، وعندما رجعت إلى المملكة المتحدة في 2014 وسافرت لستة أشهر في المناطق الاستوائية في أستراليا ونيوزيلندا وقمت بتصويرها، وصرت شغوفا للغاية بهذه الحيوانات الصغيرة وبالعث وبالورافودات والكائنات الأخرى. وقد قمت برحلتي 3 سنوات عبر العالم من أجل تصوير وتوثيق هذه الكائنات. وبعد مروري بعد أن أخذت ملايين الصور في 9 سنوات، أنا الآن أنظر إلى هذا التغير وأرى أن الأمور تسوء، إن التنوع البيولوجي للتربة يتراجع وكذلك بشكل مثير للقلق، وهناك حاجة إلى تدخل الجميع ووقف هذه النشاطات الإنسانية المسيئة. ولكن بفضل جهود المجتمع الدولي وبفضل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وشراكة العالمية التربة، فقد أنشئت هذه المنصات من أجل تعزيز أهمية التربة وكذلك صحة التربة في العالم أجمع. شكراً جزيلاً على هذا الفيلم الوثائقي وهذه الصور، وإعطائنا هذه الفرصة من أجل متابعة هذه الكائنات الدقيقة ونتعرف بشكل حقيقي ماذا يعني هذا التنوع البيولوجي. شكراً جزيلاً لكل ضيوفنا السيد المدير العام، أشكره كذلك، وأشكر كذلك المنظمين المشاركين وكل الحضور على كلماتهم الافتتاحية. زملائنا من الجانب التقني سوف ننتقل إلى معرض الصور ونتعرف على بعضنا البعض من قبل أن نعود إلى الجزء الثاني من الندوة. شكراً للمدير العام على تنظيم هذه الندوة على مدار 3 أيام، ونحن نتطلع إلى الاستماع إلى المداخلات من المصورين ومن العلماء ومن متخصصين آخرين الذين خاضوا في هذه التفاصيل الدقيقة والعميقة للتنوع البيولوجي للتربة للتذكير.
هناك 2500 مشارك على الإنترنت، وهناك 7000 شخص قد تسجل ولا زال تسجيله متواصلا. شكرا جزيلا، شكرا للمدير العام، شكرا لمعالي الوزراء وسعادة السفراء، وأرجى أن تبقوا معنا. ما تسنى لكم الأمر. شكرا جزيلا السيد المدير العام. أعطيكم الكلمة مجددا إذا كانت هناك كلمة أخرى. نعم، لا أود أن أضيع الوقت، ولكن أود أن أذكر أننا علينا أن نواصل هذه الجهود لمدة 10 سنوات، فسوف نرى تغيرا حقيقيا. شكرا جزيلا السيد المدير. شكرا السيد المدير، كنت أقول هذا أمر مشجع للغاية. شكرا على تشجيع أندي على المواصلة، لا تعود إلى عملك السابق، قم بالسفر وسافر وقم بأخذ هذه الصور الجميلة. أود أن أوجه كلمة لإليزابيث، ربما يمكننا أن نساعدك في مشاريعك. شكرا جزيلا السيد المدير، هناك الكثير من الشركات والكثير من المبادرات القادمة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي للتربة. شكرا جزيلا للمدير العام. الآن سوف نشرع في الجزء الثاني من هذه الندوة، ولدينا 5 متحدثين والذين سوف يقومون بالإدلاء ب5 تسريع بيانات، وسوف يتحدثون عن النظم الإيكولوجية وكيفية استدامتها وكيف كيفية العمل في المستقبل بطرق مختلفة. يشار إلي أن هناك مسابقة بعد هذا البيان، عليكم أن تركزوا جيدا وطوال هذه الفترة، وشروط المسابقة سوف ترسل إليكم عبر إيميل إن كنتم مسجلين، وإن لم تسجلوا فسوف نضع رابطا يسمح لكم بالمشاركة في المسابقة. سوف نستمع إلى 5 مداخلات وعروض قبل المشاركة في هذه المسابقة، وسوف تتمكنون من إظهار قدراتكم ومعارفكم العلمية، وأنا سوف أخذ بعض الملاحظات من أجل المسابقة. وبهذا أود أن أعطي الكلمة للسيدة روزا بوك، وهي عضو في الITPS، وهي تضم 27 خبيرا في التنوع البيولوجي، وهم يمثلون الحكومات من مختلف دول العالم، وهم يقدمون المشورة الفنية والتقنية فيما يتعلق بشركات التنوع البيولوجي للتربة. شكرا جزيلا، تفضلي السيدة روزا بوك. شكرا جزيلا ياسمين، سوف أشارككم شاشتي وسوف أشارككم هذا العرض أيضا. Hacer mi presentación en español y es un placer. سوف أدلي بمداخلتي باللغة الإسبانية، يسعدني أن أخذ الكلمة في هذه الندوة. إن الأمر يبعث على الاندهاش، هناك الكثير من المشاركين والمتصلين عبر الإنترنت، لأن حضورنا إلى هذه الندوة شخصيا لن يكون ممكنا، وأود أن أذكر بهذا التقرير حول وضع مصادر التربة للعالم، وهو تقرير من عام 2015. هناك تشخيص وضع في هذا التقرير، يمكننا الآن أن نجري حصيلة في النهاية. من الصعب أن نحصي كل التغييرات التي التغييرات المناخية، ولكن لأن ليست لدينا مصادر كافية فيما يتعلق
تعلق بالتربة وعلينا إجراء دراسات على كل المستويات وبشكل متعدد النطاقات من أجل أن تكون دراسة التربة أمراً اعتيادياً. إن التحالف العالمي للتربة قد حقق الكثير من الإنجازات، مثلاً تسجيل التنوع البيولوجي في الخطوط التوجيهية للحوكمة الرشيدة، وكذلك هذا يعتبر إنجازاً. وهناك هذا الخطر الحقيقي الذي قد يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع، وهناك بعض الأمور المتعلقة بالمنهجية، وهناك هذا الدليل الذي نشر العام الماضي فيما يتعلق في الإدارة المستدامة للتربة، وهو يذكر كذلك تكوين هذه التربة ومحتوياتها. وفي تقرير 2015 كانت ضم التقرير بعض التوصيات، وكان التقرير وافيا وكاملا فيما يتعلق بمحتويات التربة، وقد أشار إلى عمل منظمات أخرى، مثلا المبادرة العالمية للتربة، وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي للتربة. وهناك دراسات خصصت للتنوع البيولوجي للتربة، وجزء من هذا التقرير ذكر بعض التحقيقات التي وضعت عن طريق تحاليل دقيقة لمكونات التربة. وهذا ما يشير اعتمادا على الإحصائيات هو أن التنوع البيولوجي قد تأثر بشكل كبير، ويجب علينا أن نأخذ التدابير اللازمة التشريعية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أجل إنشاء هذا التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. أما فيما يتعلق بتعميم هذه المعطيات لمكونات التربة، فهناك برامج قد وضعت. وفي الركن الثاني اقترحنا أيضا أن ننشئ اليوم الدولي للتنوع البيولوجي للتربة، وشارك في هذه الاحتفالية العديدة من الأشخاص في كل أنحاء العالم، وكان هناك الكثير من الصور والمنشورات التي تقيم أهمية التنوع البيولوجي للتربة. وهنا إذن كنا نتحدث عن مختلف المخاطر التي تحدثت عنها مختلف التقارير، كتأكل التربة، التلوث في التربة، وأهمية نقل هذه المعلومات لاتخاذ سياسات مناسبة لمواجهة هذه المشاكل والتوصل إلى إجراءات ملموسة كتدعيم البروتوكولات والممارسات المستدامة في التربة. هناك ثلاث مواضيع سيتم التركيز عليها خلال هذه الندوة، وهي وضع المعارف في التنوع البيولوجي، النشاط التنوع البيولوجي للتربة، وكيف من شأن التنوع البيولوجي للتربة أن يغير مستقبل النظم الغذائية. وإضافة لكل المشاركات التي نراها، تلقينا 258 ورقة بحثية، 160 ملخصا بحثيا تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية
اللجنة التي تعمل ضمن مجموعة الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية بالتربة. هناك 6 جلسات متوازية سيتم تنظيمها لتغطية المواضيع الثلاثة التي ذكرتها آنفا، وهناك 3 أشخاص عينوا كقادة فريق سيرفعون تقريرا حول مخرجات الجلسات المتوازية في اليوم الأخير من الندوة. هذه الندوة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية وهي معروضة أمامكم، وهي إذن رصد حالة المعارف الراهنة حول دور التنوع البيولوجي للتربة، تحديد مواضع الثغرات والنقص في المعارف للبحث المزيد عن التعاون لذلك، تحديد التقييدات والفرص من أجل تعزيز التنوع البيولوجي، تقديم منهجيات العمل لتعزيز التنوع البيولوجي للتربة، وتحديد ما هي الحلول السياساتية الكفيلة بحماية التنوع البيولوجي للتربة، ومن ثم تقديم مبادرات وطنية وإقليمية وعالمية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أتمنى لكم ندوة ناجحة التي ستتمخض عنها أفعال تصون التنوع البيولوجي للتربة. شكرا لكم. شكرا لك على هذا العرض، وشكرا لك للتعريف عن كيف نشأت هذه الندوة وما هي الطموحات منها. نعرف الآن على السيدة ديانا وول، وهي مؤسسة مبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، وهي عالمة معروفة في هذا المجال، وهي الآن ستعرفنا أين نحن الآن من التنوع البيولوجي في العالم، وما هي التحديات التي تواجهها. نتطلع لكلماتك ولإرشاداتك والتوجيهات، تفضلي. شكرا جزيلا. سأحاول أن أعرض الشرائح عليكم، ولكن هناك مشكلة ما أواجهها. Yes, I'm. It's. Let's see. There. ها هي الشرائح معروضة أمامكم. جيد. أشكركم على إعطائي هذه الفرصة. أنا أمثل الكثير من العلماء والمشاركين في تأسيس المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي، وكيف يتم الربط بين العلم وصنع السياسات. فلنبدأ. نعرف أن التربة والتنوع البيولوجي هو يدعم التنوع البيولوجي، ولكن لم يتم الاهتمام بالتنوع البيولوجي في التربة، لم يحظى بالاهتمام الكافي. الآن العلم يتسارع، والآن تعرفنا على الكثير التنوع البيولوجي في التربة. نعرف أن ربع التنوع البيولوجي في العالم هو يعيش في التربة، 25% من التنوع البيولوجي في التربة، وهناك تكافل ما بين هذه الكائنات مع النباتات. هناك الفقاريات، عديمة الفقاريات، اللديدان متماثلة الأرجل، اللديدانات الإسطوانية وغيرها من الكائنات، وهذه الكائنات كلها مرتبطة بالكائنات التي تعيش على سطح الأرض والتي نعرفها وحددناها. مثلا دودة الأرض هي فقط جزء بسيط نراه هنا بالجزء الأخضر، اللديدان الإسطوانية هي أيضا جزء بسيط من الكائنات الموجودة. هذه الكائنات دقيقة، ولكنها تقوم بعمل في غاية التخصص، تقوم بتحليل المادة العضوية الموجودة على الأرض. مثلا نرى المخلفات يتم تحليلها من قبل مختلف الكائنات، وكل هذه الكائنات تتفاعل، وهناك تكافلات تسمح لجذور النباتات بامتصاص المغذيات.
ذكر أن هناك كتاب منشور وهو متاح على الإنترنت وهو أطلس التنوع البيولوجي، ولكن ما يهمنا الآن هو التقرير الأخير الذي صدر عن حالة المعارف للتنوع البيولوجي الذي شارك في إصداره حوالي 300 عالم. نحن مهتمون أن نعرف ما هي التهديدات التي تواجهنا، فقد نبذ عن هذه المخاطر، ماذا يحدث في العالم حتى نفهم كيف نتعامل مع التنوع البيولوجي. هذه ورقة بحثية نشرت وتقول أن كثافة الزراعة تقلل من التنوع البيولوجي للتربة بوتيرة متسارعة. الكثير من الكائنات الحية التي تترابط فيما بينها ضمن التربة من الفقاريات، اللافقاريات، الميكروبات، قلت هذه الأصناف نتيجة التغيرات المناخية، وهذا بالنتيجة يؤثر على وظائف النظم الإيكولوجية. ما هي وظيفة التنوع البيولوجي للتربة؟ التنوع البيولوجي يجب أن يكون جزءاً من كل الأجندات العالمية، فهو جزء من حل التحديات العالمية. التنوع البيولوجي هو جزء من الصورة الكاملة، ويشير كيف يؤثر التنوع البيولوجي على صحتنا وكيف يسهم مثلا في مكافحة بعض الأمراض والآفات. التنوع البيولوجي لا يدعم فقط النباتات، إنما كل الحياة على سطح الأرض من الطيور إلى الثدييات الكبرى، فهي تترابط مع الكائنات الموجودة تحت التربة. هناك ترابطات ما بين فوق وتحت الأرض، و نرى الآن على هذه الخارطة البقعة الصفراء مقارنة باللون الأزرق، حيث نرى تنوع بيولوجي عالي على سطح الأرض. التنوع البيولوجي يسهم في ضبط المناخ. ماذا تفعل هذه الكائنات تحت التربة؟ هي تسهم في امتصاص وخزن الكربون، تأخذه من الغلاف الجوي. هناك ورقتين بحثيتين عرضهما التي بحثت ذلك. الديدان الأسطوانية والفقريات الأخرى تسهم في تدوير الكربون. هؤلاء الزملاء فحصوا ماذا تفعل الديدان الأسطوانية وكيف تؤثر على حماية البيئة. هذه الكائنات تخزن الكربون وتسهم بذلك بتوفير الهواء الذي نتنفسه. التنوع البيولوجي يسهم في تنقية المياه. الحيوانات الترابية تفتح المسامات في التربة وتفتح مسارات التي تسهم في حركة المياه، وكذلك نرى إذن التنوع البيولوجي هو جزء هام في كل ممارسات الزراعة، حماية الإدارة، النظم الإيكولوجية، إصلاح النظم الإيكولوجية. كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ وهل يمكننا أن نفعل ذلك؟ نعم، ولكن هذا سيتطلب منا وقتا طويلا. نرى على هذه الصورة ما هي الترابطات والتفاعلات بين مختلف الكائنات في الوقت الراهن، ونحن نحتاج إلى ربما 30 سنة حتى نتوصل إلى دعم واستعادة هذه التفاعلات، حيث يكون الترابط بين مختلف الكائنات الحيوية أكثر، بين كل الكائنات الحيوية، وحتى تسمح هذه الترابطات بإيصال المغذيات بطريقة فعالة. التنوع البيولوجي للتربة فيه الكثير من الميزات، ويجب أن يكون جزءا من كل الأجندات، والمزايا كثيرة ليست واحدة، إنها متعددة. كل التحديات التي نراها تعود إلى التربة. يجب أن نفكر دائما بالتربة، وحتى أهداف التنمية المستدامة كثير منها يمكن دعمها من قبل المزايا التي تقدمها لنا التربة وتنوعها البيولوجي. هذا التقييم العلمي
يعطينا عدة طرق كيف يمكن لنا أن نواجه هذه التحديات العالمية. أنا أدعو الجميع للإطلاع على هذا التقرير وأن نتعرف على الثغرات وما هي الحلول المطلوبة لذلك. نحتاج أن نفعل أن نقوم بإجراءنا الآن عاجلاً، أن يكون هناك خطة واضحة ملموسة لحماية التنوع البيولوجي. الحاجة ملحة والتحديات عالية، علينا أن نحمي التنوع البيولوجي من خلال إطار عمل التنوع البيولوجي ومنظمة الفاو وغيرها من المنظمات. ستأتي بتوصيات لترجمة هذه الأمور على أرض الواقع. هناك مسح قامت به في أوروبا حول استخدام الأراضي، وهناك أيضا شبكة رصد التنوع البيولوجي للتربة. هذه أدوات منظمات تقوم برصد حالة التربة وتسعى لكشف كيف يتم التغيير في هذه الكائنات. التنوع البيولوجي للتربة مطلوب للاستدامة المستقبل. العلماء يتابعون نشاطهم، وندعو للجميع لدعمنا والمشاركة معنا في هذا العمل. شكرا لكم. شكرا لك السيدة جنول، وشكرا على كل ما تفضلت به. طبعا سيكون ربما بعض الأسئلة وستكون معنا طوال هذه الندوة. وكما ذكرنا سابقا، التنوع البيولوجي للتربة يلعب دورا هاما في صحة الإنسان. ويسرنا الآن أن نرحب بالسيد مستر ويم فان دير بوتن من هولندا، الذي سيتحدث عن هذا الرابط ما بين التنوع البيولوجي وصحة الإنسان. وترون نعرف جميعا أن صحة الإنسان كانت مركز اهتمامنا في الفترة الأخيرة. أعطي الكلمة لك، تفضل. Thank you, Yasmina. Yes, I was especially asked to speak about. شكرا لك ياسمين. طلب مني أن أتحدث عن الأمراض التي منشأها التربة والاستخدام الكثيف للنظم الإيكولوجية. بفضل عمل الكثير من الزملاء في كل أنحاء العالم والذين عملوا على هذا الموضوع، توصلنا إلى الكثير من المعارف إلى حد الآن. عندما نتحدث عن التربة، كان الناس يفكرون كيف يمكن تفادي الأمراض ترابية المنشأ، ربما كيف يمكن مكافحة الأمراض التي تصيب مثلا محاصيل البطاطا من بعض العوامل الممرضة، وكيف يمكن تفادي هذه الأمراض بتناول هذه المنتجات الغذائية التي أصيبت بالأمراض. أن أمراض النباتات يمكن أن يتم مكافحتها، وهي أمراض تتسبب بها الفيروسات والبكتيريا والفطور وغيرها من الكائنات. ولكن عندما بدأنا البحث كان الظن أن العوامل الممرضة في التربة هي ممرضة فقط للنباتات، ولكن الحقيقة أن الأمور كلها مترابطة. فإن كان هناك عوامل ممرضة في التربة، فنرى أن المروج ستقتصر على مجموعة من الأعشاب فقط، ولكن إن كان هناك المزيد من التنوع البيولوجي فهذا سيسهم في زيادة تنوع الأصناف التي تعيش في هذه المروج، كما نرى الصورة على اليمين. فدورها هام، إذن التنوع البيولوجي له دور هام في الحد من الأصناف الغازية أو العوامل الممرضة. النقطة الثانية التي سأتحدث عنها هو
النشاط الكثيف من الناحية الإيكولوجية، وهي ممارسات تسعى لتسخير النظم الإيكولوجية لتحقيق إنتاج زراعي، ولكن في نفس الوقت تقليل الآثار السلبية على البيئة. إذن دعم أو تكثيف النظم الإيكولوجية هذا جزء، يعني عمل يتطلب الهندسة الإيكولوجية على نطاق المزارع، على نطاق المشاهد الطبيعية، ولكن هناك أيضا تفاعل من قبل الجهات الفاعلة المحلية ونهج شاملة بما فيها التفاعلات الاجتماعية والإيكولوجية. ماذا نعرف عن مكافحة الأمراض التي منشأها التربة؟ إن كان تناوب المحاصيل يعني متقاربا في الفترة الزمنية، فالاحتمال يرتفع أن تصاب هذه المحاصيل بالأمراض. يمكن تقليل هذه الأمراض من خلال رفع عدد المحاصيل التي يجري التناوب فيما بينها، ومن خلال اختيار محاصيل، لكن أحياناً المحاصيل لا تعطي بنفس الربح الاقتصادي، ولذلك يقتصر المزارعون التمر المحاصيل على صنفين فقط، وهذا يرفع مستوى أو احتمال الإصابة بالأمراض. إذن التناوب الضيق أو الواسع، إن كان لدينا 6 أنواع أصناف زراعية يتم التناوب بينها، فيمكن رصد عدد العوامل الممرضة كعددها للغرام للتربة، ولكن نرى أن عندما يتم التدوير فأن عدد هذه العوامل الممرضة يتناقص مع الزمن. أما إن كان لدينا فقط صنفين فقط، أي ألف وباء في أعلى الصورة، فنرى أن ولو انخفضت عدد العوامل الممرضة في الفترة الأولى، إلا أن هناك ارتفاعا حادا سيأتي عندما نزرع مرة أخرى الصنف ألف. لذلك من المفضل أن يتم تناوب بعدد أوسع من المحاصيل. ما يفعل المزارعون عادة هي العلاجات الكيميائية لمكافحة هذه الأمراض، ولكن لها آثار سلبية لأنها لا تؤثر فقط على العوامل الممرضة، إنما تؤثر على كل الكائنات الحية في التربة، فتضر بالبيئة وتلحق الضرر بخدمات النظم الإيكولوجية. وهذا ما تم ذكره من قبل المتحدثين السابقين. إذن هناك نوع من المفارقة. أحياناً يتساءل الناس لماذا يقول علماء البيئة أن وضع التربة تدهور في حين يتزايد عدد المحاصيل؟ نعم، المحاصيل تتزايد والغلال تتزايد، ولكن من يدفع الثمن هي النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. فعندما تتزايد المحاصيل نرى أن وظائف النظم الإيكولوجية الأخرى تتراجع وتتناقص، وهذا يؤدي إلى خسارة في بنية وخصوبة التربة وخسارة الوظائف كالمياه وغيرها وما ذكر سابقا. ما هو الحل إذن لأمراض ترابية المنشأ؟ الآن يتم الحديث عن إجراءات تكثيف النظم أو دعم النظم الإيكولوجية فقط لما يخص سطح الأرض، لكن علينا أن نوسع النطاق وأن نحقق توازناً ما بين كافة الأصناف، أن نبقي على الحشرات على الطيور أيضاً جزءاً من حلقة التوازن هذه. هذا سيعطي الفرصة لهذه الكائنات لتتفاعل فيما بينها ولتتصدى هي بدورها لمختلف العوامل الممرضة. ما نراه تحت الأرض إنه إن أردنا أن نغير جزءا من الصورة فلا
فيجب أن نؤثر على التربة يعني في الموقع. إذن نحتاج إلى منظور مترابط ما بين فوق وتحت سطح التربة. وفي مشروع الاتحاد الأوروبي الذي قدمه سيد كلاين، حيث قام 80 مزارعاً بالتساؤل ما هي الإجراءات السليمة من ناحية التكثيف الإيكولوجي والتي يتم الإشارة إليها هنا بالأسهم الحمراء. وإذن التناوب ما أشار إليه المزارعون أنها ممارسة تساعد على دعم النظم الإيكولوجية، ولكن طبعاً التناوب المحاصيل هي ممارسة قديمة معروفة منذ آلاف السنين. عرف أن تناوب المحاصيل أمر مهم للحفاظ على سلامتها. هناك أمور أخرى يمكن أن نقوم بها، مثلاً اختلاط المحاصيل أو زرع حبوب في مواسم الربيع. هناك ممارسات أخرى يمكن تطبيقها، ولكن معظم المزارعين لا يحبذون هذا النوع من الممارسات. لذلك إن أردنا أن ندعم النظام الإيكولوجي من خلال ضمن الممارسات الزراعية، فلا ينبغي فقط أن نأخذ بالحسبان المحاصيل، وإنما أن نفكر والملقحات والآفات، وإنما أن ننظر أيضاً العوامل الممرضة في التربة، وأن ننظر ما هو الموروث الموجود في التربة من المحاصيل السابقة. فمثلاً ربما الأمراض التي خلفها المحصول A قد يؤثر على المحصول جيم، ومحصول B يؤثر على دال. هناك تفاعل مترابط، وهذا ما نراه في هذا المخطط. وهذه التفاعلات درست بشكل جيد مثلا في الصين، فأن التفاعلات بين النباتات هي ليست مباشرة، لا تكون فقط مباشرة، إنما هناك تفاعلات على مختلف المستويات، حيث تؤثر المحاصيل فيما بينها وتؤثر على المحاصيل التي تأتي أو تزرع في السنة التالية ولاحقا. فإن أردنا أن نكثف النظم الإيكولوجية، علينا أن نتبع هذا المنظور وأن نرى الصورة بشكل كامل. ما هي العبر المستخلصة من الطبيعة ومن هذا المشروع الذي سمي بقطار الإيكولوجي إيكو ترين؟ كيف يمكن أن كان هذا المشروع تشاركيا بين علماء الإيكولوجيا والمزارعين، وتم دراسة الديدان الإسطوانية في هذا النوع من الزراعة. هناك ظروف تخلق لوجود كائنات الديدان الحيوية. إذن بطريقة أخرى، أن هذه الأعشاب نوعا ما تتحكم بوجود هذه الكائنات. إذن نحن غير قادرين على ذلك، إنما الأعشاب نفسها إذن طريقة طبيعية لكبح أو تحكم بعدد الديدان الإسطوانية الموجودة. ثم هناك كائنات حية دقيقة أخرى تؤثر عليها. فإن كان هناك نظم نريدها أن تكون أكثر إنتاجية، وأن تكون هذه النظم في التنوع البيولوجي فاعلة، ولت
تفادي الخلل في هذه التنوع البيولوجي ولتحقيق إنتاجية زراعية مرتفعة وأن تكون زراعة إيكولوجية. هذا يعني أننا علينا أن نستعيد كل الكائنات التي تتفاعل في حلقة إنتاجية معينة، أي تعافي التنوع البيولوجي. إذن تكثيف الإيكولوجي يستفيد من التنوع البيولوجي في التربة، والتنوع البيولوجي في التربة هو جزء يتفاعل مع التنوع البيولوجي على سطح الأرض، ونحتاج إلى إطلاق زراعة صديقة للتنوع البيولوجي في التربة. شكرا جزيلا سيد فيم فان. جميل هذا الربط ما بين التربة وأصلها، وكيف يمكن تعزيز هذه الروابط وكيف تؤثر التربة علينا وعلى صحتنا. فعلا كان موضوعا شيقا، سيكون خلال الندوة يمكن تبادل الآراء المزيد حول هذا الموضوع. لكل من يتابعنا على صندوق الدردشة يمكنكم أن تطرحوا أسئلة. هناك حوالي 2000 شخص يشاركون، لن تسنحنا للفرصة لجلسة أسئلة وأجوبة، ولكن خلال الأسئلة سيكون ذلك متاحا. الآن نريد أن نقدم فيديو لفنان كريستوفر مارلي من الولايات المتحدة. هو طبعا الوقت أو فرق الوقت لا يسمح له بالمشاركة، ولكن يمكن أن تطرحوا الأسئلة عليه بعد أن تكونوا قد رأيتم كيف أنه استغل عناصر الطبيعة من أجل الفنون ولصالح الفنون. وهو قام بعرض ونشر صور لكائنات وحشرات الأرض والتربة وكيف يمكن استغلالها من أجل أعمال إبداعية. إذن سنشاهد الآن فيديو السيد كريستوفر مارلي، وهي فرصة لنتعرف كيف يشارك هو أيضا في نشر المعارف والعلوم حول تنوع بيولوجي للتربة. لنشاهد هذا الفيديو معا، تفضل. My name is Christopher Marley. I'm an artist that works with elements. Christopher Marley. أنا فنان وأعمل مع عناصر العالم الطبيعي. أنا فنان ومحب للطبيعة منذ نعومة أصفاري. وبما أنني ترعرعت في أوريغون، فقد كان الخروج إلى الطبيعة جزءا أساسيا من تجربتي. وإنما بدأت العمل في صناعة الأزياء، وتحت لي فرصة السفر في مختلف أرجاء العالم، وكنت كلما سنحت لي الفرصة كنت أذهب إلى الغابات والحقول وأبحث عن الحشرات. اكتشفت كائنات لم أكن أتخيل وجودها، ثم بدأت أخذ هذه الحشرات وأبدأ عملا فنيا، وبدأت أرى كم هو ثمين لنا أن نتمكن من الاتصال بالطبيعة. تركت عملي في الأزياء وبدأت أنشئ معرض متحف متنقل يساعد الناس على الدخول في تجربة غامرة، حيث يرون أنفسهم فيها ويقدرونها ويقعون في غرام الكائنات والعناصر التي لم يكونوا يقضون وقتا لمشاهدتها. أردت أن يتمكن الناس من مشاهدة هذه المخلوقات، فهي مخلوقات رائعة ومذهلة ومنعشة. بينما بدأ الناس يكتشفون الجمال في أماكن لم يكونوا يرونه فيها من قبل، فإن هناك شيء ما يحدث وهم يبدأون باهتمامي ويبدأون يرغبون في إقامة علاقات مع العالم الطبيعي باهتمام أكثر من قبل. فللبشر حق في التفاعل مع العالم الطبيعي، ليس ذلك فحسب، بل إن لدينا مسؤولية وحاجة في فعل ذلك. فعلم الفن والطبيعة والعلوم مترابطة لسببنا، فالطبيعة تلهم إبداعنا وتلهم رغبتنا في التعلم، فهي تزيد من حبنا للعالم الطبيعي، وذلك مع زيادة اكتشافنا واتصالنا به. وهذه الأشياء التي نحبها سوف نصنعها.
sorry, I need to unmute myself. So those things that we love, we conserve. And I can الأشياء see التي نحبها سوف نصونها. كما سمعنا هذا الفيديو مرة أخرى. أسألكم الموجهة إلى المصور نان أيضا مرحبا بها. لكي نعرف كيف يقومون بأعمالهم وكيف يقومون بصون الطبيعة من خلال أعمالهم وتفاعلهم مع الطبيعة. ويمكنكم أن تشاهدوا أيضا في موقع ندوة على الإنترنت. يمكنكم أن تطلعوا على الفيديو مرة أخرى ويمكنكم التحاور بشأنه. وكريستوفر سوف يكون معنا أثناء هذه الندوة. والآن سوف ننتقل لزير مسيد فليب باسيني وهو مزارع وصحفي من البرازيل. وأنت تتابعنا من مزرعتك. أعددتم فيديو لنا. سوف نعود إليكم بعد عرض الفيديو. وبعد ذلك نرى بعض الموضوعات التي تتحدث لهم. تحدث عن طرق بديلة لممارسة الزراعة مع مراعاة التنوع البيولوجي للتربة. نشكركم على حضوركم معنا. والآن نشاهد الفيديو. Good afternoon. المنظمين على دعوتي اللطيف وأهنئهم على تكيف واعتماد النسخة الجديدة لأنه أنا من البرازيل وأعمل في الزراعة وأهتم أيضا بالاتصال وذلك من خلال عمل الصحفي وأهتم كثيرا بالزراعة وخاصة ما يتعلق بزراعة الحرجية وهي ممارسة جاء بها سويسري يعيش في البرازيل. وسوف أقدم فكرة مكملة لموضوع هذا هي الندفة. أننا نعرف أن الزراعة خصصت كثيرا من الوقت لمواجهة الآفات الزراعية بدلا من التفاعل معها بشكل إيجابي. وبفضل الأعمال الإيجابية في العقد الماضي فإننا نعرف أن كائنات في التربة هي التي مسؤولة عن توفير المغذيات للنباتات. ونعرف أنها تطلع بدور أساسي في التقاط الكربون وهذا يؤثر إيجابا على التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه. ونحن نعرف الآن أيضا أن الأمراض أو التسبب في الأمراض يعد استثناء في هذه الكائنات. فما نحتاج ما يحتاج إليه المزارعون والذي نحتاج إليه نحن المستهلكون كل ذلك يتم الحصول عليه من خلال هذه الكائنات الدقيقة التي تعيش في التربة. إذا عرفنا كل ذلك فإننا نستطيع أن نفكر أن الزراعة بهذه الطريقة بأن وهذه المعرفة ينبغي أن تعودنا إلى إعادة التساؤل حول طريقة ممارستنا الزراعة وتصميماتنا حتى نتمكن من حماية الكائنات في التربة وتوفير أحسن الظروف لها حتى تزدهر. لأنها إذا ازدهرت سوف توفر الخصبة دون الحاجة إلى سماد كيميائية وذلك بحيث أن ذلك سوف تحدث بيئة طبيعية مواتية للنبات. ولكن السؤال كيف نقوم بذلك؟ بل علينا أن نحاكي الطبيعة ونفعل كما فعل الطبيعة لأن هذه التربة في حاجة إلى إمداد متواصل بالأغذية. فهي في حاجة إلى كثير من البناء الضوئية فوتوسينثيسيس. ونحن المزارعين نقوم بجميع كثير من النباتات في الحقول نفسها. والنباتات متنوعة هناك واحتياجات تختلف. بعض النباتات تفضل الظل وبعض النباتات تفضل الشمس. من ثم من خلال جميع النباتات المتنوعة المختلفة فإننا ندعم البناء الضوئي في المكان. ومن ثم فإن ذلك تدعم الكتلة الحيوية وهذا يحسن الحياة للكائنات في التربة. وهذا ليس شيء جديد. فسكان الطبيعيون في أمريكا قبل وصول الأوروبيين كانوا يستفيدون من هذا التنوع
في الطبقات المختلفة للتربة بحيث أن هذه النباتات في الطبقات المختلفة من خلال تفاعلها مع بعضها بعضا فإنها كانت تنتج أكثر وكأن النباتات تتمتع بمرافقة بعضها بعضا. وفي الإمارات الرومانية أيضا كانوا يستخدم طبقة من الزراعات وذلك للاستفادة من التو البيولوجي وهذا يعود إلى أكثر من 2000 سنة. ولسوء الحظ ففي أيامنا هذا فإننا نعتبر مثل هذه الممارسات نعتبر شيئا متحركا ومتقادما بحيث أن الناس يميلون إلى أن النباتات إذا اقتربت بعضها من بعض فإنها تتنافس وهذا يعد تأويلا مفرطا في البساطة. فمزيد من البناء الضوئي يعني مزيدا من الكربون الذي يتم تمثيله وإنتاج الطاقة منه. لهذا السبب فينا نقترح تنظيم غلتنا في طبقات من زيادة الكتلة الحيوية وذلك ذا. فهذا فهمنا فإن أي ورقة من هذه الأوراق تعتبر مثل لوحة شمسية صغيرة وكل عنصر وكل ورقة تساهم في بناء ضوء بحيث أن كل ذلك يتم في مجموعة من الطبقات بدل من طبقة واحدة بحيث أن الكثافة تختلف بين طبقة وأخرى. بالإضافة لذلك بناء البناء الضوئي يعد رد فعل حرارية وهذا يؤثر أيضا يؤثر على درجة الحرارة بمعنى أن درجة الحرارة تنخفض كلما اقتربنا من الأرض. فهناك حركية للحرارة ودرجة الحرارة ثم فهذا يؤثر أيضا على تمكن التربة من الاحتفاظ بالمياه ذلك أن الأراضي المغطاة بالنباتات تتمكن من الاحتفاظ بالأراضي فهي تمتص الأراضي المياه فالأراضي تمتص المياه. ولكن إذا غيرنا الدينامية دون الحماية الفيزيائية أو المادية من خلال هذه الطبقات المختلفة إن هذا لا شك أنه يؤثر سلبا للكائنات التي تعيش في التربة. وهناك أيضا اهتمام غير عادل يعود إلى الزراعة التي تعتمد على صنف واحد بحيث أنهم يتهمون ذلك بأن الكائنات تتسبب في اتفاف الأراضي ولكن النباتات لا تفعل ذلك. والنباتات بالعكس من ذلك فهي تأخذ الرطوبة من الجو ومن ثم بفضل طبقات البناء الضوئية فإن التربة دائما أكثر رطوبة ودرجة الحرارة فيها أكثر انخفاضا من المناطق الأخرى. فهذه النباتات مثلا عندما يتم زراعتها بشكل منعزل فإن تولد كثير من المشاكل مثل الموز فحيث أنها تمتص المياه من الأرض ولكن لما يتم زراعة ذلك مع نبات أخرى فالأمر مختلف تماما. فنرى مثلا هذه النباتات التي تمكنت من البقاء في موسم شهر جفاف كبيرا في البرازيل. إذن فإن الزراعة في طبقات ليس البداية فقط لأن ارتفاع النباتات تختلف وكذلك دوراتها تختلف. هناك بعض النباتات التي تنتج غلة بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد 6 أشهر. إذن لماذا لا نصمم أنظمتنا بحيث أن النباتات التي وقتا أطول تحل محل النباتات التي تعيش فترة أقصر بحيث أنه لن يكون هناك أي انقطاع في البناء الضوئية بحيث أنه دائما يكون هناك نباتات جديدة تحل محل النباتات القديمة وهذا ما تقوم به الطبيعة.
ذلك أنه إنما نشاهد الطبيعة فإن بعض النباتات تموت وإذا هناك بعض النباتات التي تنمو بسرعة وتبقى على المكان. ونعتقد أن السبب في ذلك هي أن تلك النباتات توفر الظروف الضرورية لكي تنمو النباتات والكائنات الأخرى. وهذا رسم للدورة الغذائية بحيث أنه إذا كان كائن واحد بحيث هناك مجموعة واحدة تهيمن على المجموعات الأخرى وفي فترة محددة من الزمن وتذهب مجموعة من الدورات فإننا نرى أن هناك تجددا في المعلومات بمعنى أن هناك دورات جديدة تأتي وبما أن خصوبة إذن تتعزل بسبب ذلك بدلا من أن تتدهور. إذا لم نعتبر أن النباتات تتنافس فيما بينها وأن تساكن النباتات جناب بعضها إلى بعض ليس شيئا سلبيا فالنباتات تختلف دوراتها وإنما تتزامن وإنما يكون كل نبات يكون في الموضع الملائم له. لسوء الحظ فإننا نهمل ذلك في الزراعة ذلك أننا لا نأخذ في الاعتبار تنوع النباتات بعضها إلى بعض وخلافة بعضها بعضا وهذا يتسبب في تدهور الأراضي وسبب في ذلك أننا نقطع عملية البناء الضوئية والتسلسل في النباتات يدعم الخصوبة ولكن جانب آخر هام فالكائنات التي تعيش في التربة أيضا تنوب بعضها بعضا وتأتي بعضها بعض الأصناف الأخرى ذلك أن بعض أن تقوم الفطريات مثلا بتحليل بعض الكائنات وأجزاء النباتات فإنها في حاجة في هذه الحالة إلى أن تأتي أصناف أخرى وتحل الأصناف الأخرى ولذلك ينبغي أن لا نقتصر بنوع أو صنف واحد من النباتات ويمكن بل ينبغي في الزراعة أن نرى ما هي أحسن الأماكن والمواضيع الأكثر ملائمة لجميع الأصناف وبحيث يكون كل نبات في الطبقات الملائمة له ولسوء الحظ فإن أسواقنا واقتصادتنا لا تدعم مثل هذه الأفكار وهذه التصميمات المعقدة فالتنوع في الغلة تعتبر أحيانا عبئا في المجال نقل البضائع بدلا من فوائد ولذلك ينبغي أن نحل المشكلة وينبغي أن نتخلص من بعض الأفكار المسبقة في إنتاج زراعتنا وفي الختام أضرب بعض الأمثلة هذه مزرعة في البرازيل قبل عدة سنوات حيث كان هناك بعض المناطق القاحلة ولكن إنما ننظر إلى هذه الأراضي فهي مثل غابات فهي ازدادت خصوبتها وكذلك تنوع البيولوجي والحقول الزراعية فيها تحمي التنوع البيولوجي وتحمي التربة وليس هناك أي استخدام لمبيدات زراعية أو للسماد الكيميائية فالنظام هو نفسه هو الذي يولد الخصبة والسماد وإنما نرى في هذه الحقول التي فيها النباتات وفيها الخضروات والفواكه نرى كيف يمكننا من خلال استعمال هذا التصميم أن نستفيد من ذلك في مزارعنا أيضا حيث أننا ننظم بعض النباتات في صفوف نرى بعض النباتات التي تموت بسرعة فإننا نأتي إلى النباتات الأخرى التي دورتها حياتها أطول بحيث أن الصفوف كما نرى هناك منظمة حسب دورة الحيوانات حسب دورة حياة هذه النباتات وهنا أيضا
هذا اسمها الأنواس والنطاق. هذه مزرعة موز في مارتينيك تملكها البري. والمثال الأخير في منطقة البحر الأبيض المتوسط في المكان الذي أعيش فيه حاليا في جنوب أسبانيا لا لوما دي فيبا. هذه منطقة جافة حيث أن تساقطات مطرية قليلة والأراضي متدهورة وهي صممت أيضا على أساس طبقات ونرى هنا بعد مرور بعض أشهر بعد نبات ونمو الأشجار بعد عدد من السنوات نرى أن القدرة على البناء الضوئية تتزايد في هذه المنطقة وهذا هام جدا في المناطق الجافة ذلك أن تدهور الأنشطة البيولوجية في الموسم الجاف تكون التربة مغطاة طول السنة بحيث أن عملية البناء الضوئية تستمر وهذا يدعم قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء وهذا هام جدا في المناطق القاحلة والجافة. والرسالة التي أود أن أذكرها الآن هو بدأ من تقديم منتجات جديدة لنحاول أن نخلق بيئات زراعية تتمتع بالحياة بحيث أن ذلك تقدم الحياة ومقاومة عيش للكائنات ولنا جميعا. نشكركم جميعا ونتمنى لكم نجاحا في هذه الندوة. شكرا شكرا جزيلا سيد فيليبي شكرا على هذا العرض الرائع وهو يسمح لنا بمعرفة هذه الآثار التي ذكرتها للكائنات في التربة. تحدثهم عن الإبداع وعادة التفكير في أنظمة الإنتاج الزراعية. نتحدث جميعا عن تحسين الحياة وإنتاج أفضل مع حماية البيئة وكما رأينا في عرضكم في الفيديو أشرتم إلى الحلول الميدانية الموجودة على الأرض وذكرتم بعض الأمثلة. ومؤخرا فيليبي لديكم مجموعة من الأسئلة إذا أردتم الرد على بعضها أو إذا أردتم أيضا أن تتقابلوا مع بعض المشاركين أرجو منكم أن تشاهدوا الأسئلة المطروحة إليكم ولا تنسوا أيضا المسابقة التي سوف تأتي قبل نهاية هذا الاجتماع. نشكر فيليب مرة أخرى والآن ننتقل السيد دافني ميلر من جامعة كاليفورنيا لمناقشة العلاقات بين التنوع البيولوجي للتربة والمغذيات وصحة البشر. نشكركم على حضوركم أنا نعرف أن الوقت مبكر هنا أو لديكم. أنتم صباحاً أشكركم جميعاً على دعوتي للمشاركة وبسرعة أقاسم أو أشارككم شاشتي. أنا خارج هذا الفوج. أنتم جميعاً تفكرون في الكائنات دقيقة وأنا أفكر في جسم الإنسان لأن الشيء نفسه فإننا نقوم بالعمل نفسه وهذه هي الرسالة التي أود أن أسمعها اليوم. لماذا بدأت أفكر في البشر بدأت أفكر في التربة كان ذلك قبل 6 سنوات وكنت طبيبة شابة وذلك في مكان يسمى سالينس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي مدينة تسمى ناتيفيداد وهي محاطة بحقول زراعية وهذه المنطقة هي التي تطعم معظم أجزاء الولايات المتحدة وذلك خاصة إنتاج التوتيات وغيرها من المنتجات الزراعية ويتم كذلك
تصير جزء كبير من أهل المنتج. كنت طبيبة شعبة أعمل في مستشفى هناك أثناء تدريبي وفي وقت من الأوقات، وكانت تلك تجربة صعبة. رأيت أن كثير من المرضى تضرروا بسبب التربة بشكل من الأشكال وبسبب الممارسات الزراعية التي كانت تتم في تلك الأراضي، وأسمي ذلك 5Cs لأنها تبدأ بحرف C. هؤلاء تضرروا بالمبيدات الزراعية وتضرروا بالتغير المناخي وارتفاع الحرارات خاصة في فصل الصيف، وكذلك ما يأتي من حرائق الغابات من الدخان، وكل ذلك يضر هؤلاء. ورأيت أيضا كثيرا من المرضى كانوا مزارعين وكانوا يعانون من أمراض مرتبطة بغياب بعض المغذيات، وكانوا يعانون من أمراض مثل السكري وحمى نيفالي، وهو مرض يأتي مباشرة من التربة. وأنا فكرت أن هذا غير منصف إزاء المزارعين الذين يعملون في هذه الحقول، وما أني رأيت هذه العلاقة بين التربة والزراعة وصحة البشر، بدأت أتحدث إلى زملائي في الطب، وكنت أسأل عن الأبحاث العلمية. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك كثير يمكن قوله حول هذا الموضوع، فهناك بعض الأبحاث التي كانت تجرى من ثم، فأصبح ذلك جزءا من حياتي، بحيث أبدأ أنظر في العلاقة بين التربة والزراعة وصحة الإنسان. وكان شيئا مثيرا للاهتمام ذلك أن أول التوثيق بشأن العلاقة بين التربة والصحة البشرية يعود إلى أكثر من 3000 سنة. إذا نظر في هذا الرجل هذا في هذا النحت في باكستان، فهو نرى أنه بسبب نقص الأيودين فهو يعاني من تضخم الغدة الدرقية. وفي باكستان هناك كثير من الناس يعانون من ندرة الأيودين، وذلك بسبب الممارسات الزراعية التي، وهذا منذ أكثر من 100 سنين. وبدأنا نعمل لفهم أفضل لعلاقة خلايانا بالتربة. فمثلا هناك هذا الاكتشاف أو الاستكشاف للميكروبيوم، وهي البكتيريات الموجودة في أمعاء الإنسان، حيث أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة فإنما ننظر في البكتيريات الموجودة فيها، فإننا نرى بعض الحمض النووي ريبوزي، وكذلك نرى بعض الفيروسات التي تأكل البكتيريات، وكذلك بعض الفطريات وبعض البكتيريات التي تعيش في التربة. ماذا تفعل كل هذه الكائنات؟ من الممكن أن هذه الكائنات تؤثر على عملية الأيض وتؤثر على تفاعلنا مع النباتات. وعلى مستوى الكبير فهناك كثير من الأبحاث الجارية، وهذا شيء جديد في السنوات القليلة الماضية، ولكننا بدأنا نرى تنوع الأنظمة الزراعية التي أشرتم إليها كما سمعنا من العرض السابق. فذلك هناك علاقة مباشرة بين التربة على صحة الإنسان، وقد أشار ذلك أندرو جونز في مجلة المغذيات Nutrition Review.
وربما تقرؤون هذه المجلة، وهو أشهر المجموعة من الدراسات التي نظر في كثير من الأثار الصحية للإنسان، ونظر في تنوع الأنظمة، ونظر أيضا في تنوع الأطباق وما واختلاف أطعمة الإنسان، وتوصل إلى أن للتنوع البيولوجي أثرا على صحة الإنسان، ونظر بعض الباحثين أيضا في مجالات مثل سلامة المياه، وكل ذلك مواضيع له علاقة بصحة الإنسان وعلاقته بالتنوع البيولوجي والتربة. إذن كيف نتعامل جميعا نحن العلماء المتخصصين بالتربة وبالصحة؟ ينبغي أن نأتي إلى حل يرضي الجميع ويحمينا ويحمي التربة. وقد أعجبني كثيرا الإشارة إلى الأخوات الثلاثة، لأن إذا نظرنا إليها من حيث كونها طعاما فهي أيضا طعام للإنسان كما هي طعام للنباتات، فهي تقدم لنا كافة المغذيات والألياف التي يحتاج إليها الإنسان. أنا أقضي يومي في هذه العيادة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهذه المنطقة فيها أسوأ الإحصائيات في منطقة خليج كاليفورنيا، وهي منطقة مرفهة نسبيا، ولكن نرى أن هناك تدهور للصحة في هذه المنطقة مقارنة مع المناطق الأخرى، وهناك وفيات بسبب كوفيد-19، وهناك أمراض مزمنة، وهناك أيضا البطالة وانعدام الأمن الغذائي وغياب ضمان الائتمان في هذه المنطقة، وكثير من المرضى الذي أعتني بهم هم أمريكيون من أصول أفريقية. منهم من يعمل أيضا في توزيع وقود الطائرات، فهذه منطقة أيضا فيها كثير من التلوث، وهناك مصنع للتكرار أيضا قريب من هذه المنطقة. وأما في هذه الصورة والمنطقة تسمى أربان ديلث، وهي منطقة تمتلك المجتمعات المحلية، وكان من قبل عبارة عن حقول زراعية قبل وصول المصانع، ولكن المجتمعات المحلية أخذت واستعادت هذه المنطقة وبدأت تزرع النباتات هناك من إنتاج ما يحتاجون إليه من طعام، ويستخدمون هذه الحقول، وهذه يساعدهم على خلق فرص عمل وكذلك الحصول على مقومات عيش، وذلك لأفراد المجتمع المحلي، ويقدمون دورات تدريبية للشباب في مجال البيولوجية من أجل استصلاح التربة، ويقومون أيضا بتقديم طعام للمستشفى الذي أعيش أو أعمل فيه. وكما تشاهدون في هذه الصورة، بسبب جائحة كوفيد-19 لم نتمكن من الاجتماع داخل العيادة، والمرضى الذين أعتني بهم منهم من يعاني من السكري ومن أمراض أخرى. وفي هذه الصورة نرى كيف نعمل من أجل دعم تمالك وبناء قدرات المجتمعات المحلية من أجل الاستفادة من التربة. وأخيرا pay for a prescription. This has been shown through research to be cost effective and to save billions of dollars
if we actually paid for food prescriptions. So here you have this cycle of soil health in my community that starts from the soil and rebuilding the soil and diversifying the farms and leads to jobs and clean environment and beautiful neighborhoods and healthy people, and then to community resilience and empowerment, and then we can create more beautiful soil. So this is really how soil health works. And our work moving forward together is, I know today and in these next 3 days, I've looked through the agenda of the conference. التربة وقد نظرت إلى جدول أعمال هذه الندوة ونظرت بشكل اهتمام كبير إلى كيفية قياس صحة التربة وكذلك تعزيز السكان من الميكروبات ومن الحيوانات. وتحدث الكثيرون عن الكربون وعن احتجاز الكربون في التربة، ولكنني أطلب من الجميع وأثناء محادثاتكم ومداولاتكم في اليومين القادمين أن تفكروا على مستوى آخر من التنوع البيولوجي، وأن تفكروا في هؤلاء السكان الذين تعملون من أجلهم. وعندما تقيسون هذا التنوع فعليكم أن تعوا ماهية هذا التنوع وكذلك تنوع الغداء وكذلك الأمن الغذائي والبيئة النقية والنظيفة وكذلك السيادة على الأرض وعلى البذور أيضا. وكما قال زميلي باسيني، فيجب أن تكون لنا بذور جيدة وليس هذه البذور وهذه المنتوجات الزراعية المحولة جينيا نحن لا نريدها. أتمنى أن واصل العمل على هذا النحو، وإن هذه المعلومات قديمة في الواقع، والسكان الأصليون في كل المجتمعات لديهم فكرة التواصل والعلاقة الوطيدة بين صحتنا وبين التنوع البيولوجي. نحن نعرف ذلك عند في التقاليد الأمريكية القديمة وكذلك وفي الآيورفيدا في الأصول الهندية وكذلك في الطب الصيني. يجب أن نعود ونعيد التفكير في العلاقة بين صحتنا البشرية وكذلك التنوع البيولوجي، ولا يجب أن نفصل بين هذين الأمرين. إن هذه الصورة للترابط بين البشرة الإنسانية وكذلك طبقات التربة، وطريقة عمل هذين الكائنين، وهناك جمال كبير في هذا التنوع يجب أن نحافظ عليه. هناك الميكروبات في الطبقات العليا، وهناك تفاعل بين مختلف الطبقات، وكذلك هناك شرايين قد تشبه في عملها عمل الجذور لدى النباتات. هناك تقاطع بين مختلف الطبقات وعلى المستوى الميكروسكوبي الدقيق هناك يمكن أن نرى تفاعل بين الطفيليات والبكتيريا، وهذه البكتيريا التي تتفاعل مع الفطريات في داخل أمعائنا، لأننا متجذرون وعلينا أن نبقى متجذرين في التربة العميقة. شكرا جزيلا. هذه عنواني على تويتر، ونتمنى أن نواصل الحوار فيما يتعلق بالصحة البشرية وعلاقتها بالتنوع البيولوجي. شكرا الدكتورة ميلر على إخبارنا عن هذه العلاقة بين الصحة البشرية وكذلك التنوع البيولوجي والترابط بين صحتنا كبشر والتنوع. وقد أدهشني أنكم أشرتم إلى هذا التقاطع والتواصل بين
صحة التربة وصحة البشر، ونحن نتطلع إلى الحديث إلى عن هذه الأفضليات الأربع: تربة أفضل، وبيئة أفضل، وطعام أفضل، وصحة أفضل. لذا فشكرا جزيلا لأنكم أشرتم إلى هذه الصلة الوطيدة، ونتمنى أن نواصل هذا العمل وأن تكون مقاربة شاملة من أجل إحراز التقدم. شكرا جزيلا. شكرا لكل أصحاب العروض، لقد سجلنا الكثير من الملاحظات. سوف نتوقف لوهلة، ولقد تحدثنا عن بيئة أفضل وصحة أفضل وتغذية أفضل، وتحدثنا عن العلاقة بين التنوع البيولوجي والفن وكذلك عن وأما الآن سوف نقوم بجولة، أو سوف أطلب منكم أن تقوموا بجولة، لأننا سوف نشرع في النظر في مسابقة للملصقات وكذلك كتب الأطفال التي تنظر في التنوع البيولوجي، وهي كتب أنشئت من أجل الشباب والأطفال من أجل تعلم الحفاظ على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعميم هذه المعلومات للأجيال المقبلة. وسوف نشير إلى النقاط الإيجابية والتي قمنا بها من أجل الحفاظ على كوكبنا والحفاظ على صحتنا البشرية. إذن هذه المسابقة، مسابقة الملصقات، هي تجرى على الإنترنت. إذا ما كنتم تتابعون عن طريق الويبكاست فيمكنكم أن تنقروا على الرابط وأن تبدأوا التصويت الإلكتروني. هناك 50 ملصقا علميا تشير إلى أبحاث علمية، وقد تم اختيارها من بين 200 ملصق علمي وصلتنا العام الماضي. تهانينا لكل الذين أنشأوا كل هذه الملصقات العلمية، وشكرا للذين قاموا بتصوير هذه المسابقة. لقد قامت الأمانة المتعلقة أو يمكنكم أن تختاروا هذه من بين هذه الملصقات وأن تصوتوا على أفضلها. وأدعو لورا بيرتا ريس، وهي رئيسة الاتحاد الدولي للاتحاد العلمي الدولي لما يدعى ب العالم السحري للتنوع البيولوجي. شكرا على حضوركم. سوف تخبريننا عن نتائج المسابقة وكذلك عن الكتب الموجهة للأطفال وكذلك رسائل أخرى يمكنكم توجيهها. تفضلي سيدتي. Muchas gracias. Buenos días a todos desde México. صباحا، أنا متواجدة في مكسيكو. السيد المدير العام للمنظمة، سيدات والسادة الزملاء، سيدات والسادة الحضور، بمناسبة هذه الندوة العالمية وباسم الاتحاد العالمي للعلوم، يسعدني ويشرفني أن أقول لكم تحيات أكثر من 50,000 عالم عبر العالم. ولقد مرت سنوات عديدة منذ 2002 حيث قام الاتحاد العلمي اقترح 5 ديسمبر كيوم عالمي للتنوع البيولوجي، وقد بذلت جهود كثيرة من طرف الجمعيات الوطنية من أجل الاحتفاء بهذا اليوم الدولي. يجب أن نشير أيضا إلى هذه الوتيرة التي دفعت من أجل إنشاء هذا اليوم الدولي، وذلك بفضل الشراكة العالمية للتربة. يجب أن نشير إلى كل ميزات هذه المشاريع التي التي أنشأت، وقمنا كذلك بتوعية وإذكاء الوعي لدى الشباب والأطفال والمتمدرسين، وكذلك التوعية بطرف فيما يتعلق بالعقد
الأممية للتنوع الإيكولوجي لدينا مشاركة من 75 بلدا، وقد في هذه مسابقة الكتب العلمية الموجهة للأطفال، وهذا مثل عندما يدل على الاهتمام الكبير من أجل المشاركة والمساهمة، وإن المنظمة وكذلك الاتحاد العلمي قد قامت بتعبئة الجهود الضرورية، وقد حصلنا عن طريق هذه المبادرات على معلومات وفيرة من أجل الحفاظ على مصادرنا الطبيعية. يسعدني ويشرفني أن أفتتح هذا العالم السحري، عالم التنوع البيولوجي. إن الأمر لا يتعلق بمنشورات علمية وكتب موجهة للأطفال، إنها أول المنشورات التي تنشر بالتعاون ما بين المنظمة وبين الاتحاد العلمي، وهذه أول تعاون بيننا، وهو يدخل في إطار العقد الأممي من أجل النظم الإيكولوجية. وهذه منشورات علمية متخصصة في التربة، وهي موجهة للأطفال. إنه نجاح باهر بالنسبة لنا كمنظمة، وهو نجاح للمجموعة العلمية، ومن أجل هذه المجموعة العلمية وفي إطار هذا الندوة هناك روابط من أجل تحميل وطبع هذه الكتب، وندعوكم إلى مشاركة هذه الكتب في المدارس ومع كل التلاميذ، وأن تستفيدوا من هذه الكتب خير ما استفاد. لقد كانت هذه الكتب متنوعة، وقد حازت على الكثير من الجهود من كل الطلبة والأساتذة، وهناك فرقة كثيرة عملت على إنشاء هذه الكتب، وذلك من أجل تعزيز فكرة وجود أناس مهتمين بتعميم المعارف العلمية. وأشكر كل الأطراف الذين شاركوا في إنشاء هذه الكتب، وكذلك الأطراف المشاركة من طرف الشركة العالمية. إن الاتحاد والمنظمة لديهما هدف موحد، هو الحفاظ على المصادر كمصدر واحد لكل الكوكب، وهذه هي التحديات التي تقف أمامنا. ومن أجل ذلك فيعمل اتحادنا مع المنظمة في إطار تنويع نشاطاتنا وتعزيز مشاركة كل الأعضاء. وفي هذا الصدد فإن الاتحاد وعلى غرار المنظمة ملتزم بالحفاظ ودراسة هذه المصادر. وفي هذه في إطار اتحادنا نحن نفهم أن علينا أن نناضل من أجل التربية الجيدة والشراكة الوطيدة. هذه هي أولوية منظمتين، يجب أن نعمل يدا في اليد من أجل أن نحرز تقدما ونحافظ على المصادر ومصادر التنوع البيولوجي، ونضمن مستقبلا زاهرا للجميع. وفي إطار هذا المشروع ندعو إلى مواصلة الجهود، لأن في الاتحاد قوة، وعن طريق التعاون والمشاركة والعمل جنبا للجنب سوف نصل إلى أهدافنا. شكرا. شكرا جزيلا. لقد ذكرتم التربية وتوعيتها وإذكاء الوعي لدى الأطفال والشباب. إن هذه الكتب كتب الأطفال جيدة للغاية، وأدعو الجميع إلى النقر على الرابط في الدردشة الإلكترونية. شكرا جزيلا لهؤلاء الكتاب المشاركين والذين يقومون بنشر الوعي من القاعدة نحو السقف. شكرا جزيلا على هذه الشراكة وهذا وتضافر الجهود. نشكركم مجددا. إن العلم قوة، وإن العلم عندما يترافق مع العمل ومع الخبرة هي طريقة
من أجل إحراز التقدم وقد قمنا بذلك في هذه الندوة وسوف نواصل العمل على نفس الدرب. شكرا جزيلا على هذه الجهود. لقد تابعنا أعمالا فنية وشاهدنا مخلوقات دقيقة للغاية ومخلوقات جزئية ورأينا هذا الجمال الذي الموجود في هذا التنوع وإن الكوكب بكامله يحتوي على الكثير من الجمال ويمكنكم أن توصلوا تسجيل الملاحظات وأعطي الكلمة لجوليا وسوف تتحدث عن المسابقة التي ذكرتها آنفا. أعطي الكلمة لزميلتي. شكرا ياسمينة. الأعزاء المشاركون الأعزاء لقد قمنا بهذه المسابقة وقد تابعتم هذه العروض. إذن سكيف نشارك في هذه المسابقة. يمكنكم أن تنقروا على الرابط الذي الموجود على الدردشة ثم إدراج هذا الرمز على الشاشة ويمكنكم كذلك مسح الكيو آر كود أو رمز الدخول السريع. وبعد أما فيما يتعلق المشاركين عبر زوم يمكنكم المشاركة أيضا. إذن يجب أن تضعوا اسمكم حتى نعرف من هم الفائزون. يجب أن تحاولوا المشاركة بأكبر سرعة ممكنة وسوف نعلن عن وهناك 5 أسئلة وسوف نبدأ الآن في المسابقة. هناك الكثير من المشاركون. أول سؤال هو ما هي نسبة تنوع البيولوجي الموجودة في التربة؟ أولاً 1%، الثانياً 25%، والاحتمال الثالث 100%. هذا سؤال سهل، هو سؤال أو الأول. هناك بقت ثواني قليلة من أجل الإجابة. لقد أزف الوقت والجواب الصحيح هو الجواب باء. تهانينا للفائزين. أحسنتم كل المشاركين الذين استجابوا بسرعة. والآن مر إلى السؤال الثاني. التقييم الشمولي لصحة التربة قد يضم التحليل الجزئي أو صحة النباتات والجواب الثالث التركيب للتربة لسطح التربة والجواب الرابع هو الصحة تقييم الصحة البشرية ومقارنة بصحة التربة والجواب الصحيح هو الجواب الخامس. أما الآن فسنمر إلى السؤال الثالث. رجاء أن تركزوا. إن الأمراض التي تحملها التربة سيئة في كل مرة. نعم هي سيئة أو باء هي ليست سيئة أو الجواب الثالث هي هذا الأمر يعتمد على التنوع البيولوجي. إذن بقي ثواني قليلة قبل أن يأزف الوقت.
إذن الجواب الصحيح هي هو الجواب الثالث هذا المنقول عن طريق التربة تعتمد على التنوع البيولوجي وسوف ننظر إلى الأجوبة الآن. إذن كريس هو الفائز والآن السؤال المقبل السؤال الرابع. لماذا قد تنشأ بعض الأمراض المنقولة عن طريق التربة إذا ما قمنا بتعزيز النظم الإيكولوجية؟ هل هذا يعتمد على التنوع البيولوجي أم يعتمد على انخفاض المنتوجات الزراعية أم يعتمد على العاملين معا؟ إذن الجواب الثالث هو الصحيح، كلا العاملين مهمين. والآن نمر إلى آخر السؤال، السؤال الخامس. ما هما الحلين من أجل زراعة المعروفة بسينتروبيك التي تعتمد على الكائنات الدقيقة في التربة؟ هل هي الجواب الأول ستارتيفيكيشن، أو الجواب الثاني هو التناوب الإيكولوجي، أو الجواب الثالث الخيارين معا، الجوابين معا؟ بقيت ثوان من أجل نهاية هذه المسابقة، والجواب للسؤال الخامس هو الجواب الثالث، والفائز أو الفائزة تهانينا، نهنئ لكريس إريك فرانك آني وتوم وسيرينا. إذن كريس هو الفائز، وهناك 9 فائزين آخرون. رجاء أن تكتبوا لي رسالة على الدردشة وتبعثوا لي بريدا إلكترونيا من أجل أن نرسل لكم هدية. شكرا جزيلا على مشاركتكم، يعني أتمنى أنكم تكونوا قد تعلمتم الكثير من الأشياء عن طريق المسابقة وعن طريق هذه المدخلات من المتدخلين القيمين. شكرا، وأعطي الكلمة مجددا لياسمين. عفوا، لقد كان لي مشكل مع زوم حيث وضعت على الوضع الصامت. شكرا جزيلا لكل المشاركين في المسابقة، اننا للفائزين وسوف ينالون جائزة، ونشكر كل من شارك في المسابقة. ولقد كان لهذه الجائحة اننا صرنا ندرس ونعمل على زوم. نحن نعلم ماذا يعني أن تدرس وأن تتابع دروسك عن طريق زوم. جربنا ذلك اليوم وتقومون منذ أكثر من سنة. شكرا جزيلا على حضوركم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الندوة. نشكركم. لديكم ما لازالت هناك بضع أيام من أجل مواصلة التفاعل والتداول، وفي يوم غد سوف نواصل بداية من 1 بعد الزوال بتوقيت الأوروبي. سوف نتحدث عن التنوع البيولوجي للتربة. ندعو الجميع للمشاركة. إذا كانت لديكم أي شكوك فيما يتعلق بجدول الأعمال فإنه موجود على موقع المنظمة، ويمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم على المشاركين. لقد سعدت بتسيير هذه الندوة في يومها الأول، الندوة المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة. شكرا للحضور، شكرا للمتدخلين الرئيسيين، شكرا للجميع. أتمنى لكم أمسية صبيحة
أو ليلة سعيدة اعتمادا على تواجدكم الجغرافي الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.